صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا أبو الظبي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023. في الهاي وإحنا بنتكلم على اللي بيحصل في مصر من متغيرات خلال 10 سنوات فاتت، ما فيش شك إن مصر قدرت اللي هي تقطع شوط كبير جدا من الإنجازات في ملف الصناعة تحديدا أو قطاع الصناعة على مدار 10 سنوات اللي فاتت. خلقنا مجتمع صناعي قوي، قدرنا من خلال المجتمع ده اللي احنا ندفع بمنتجاتنا للأسواق العالمية. كمان اشتغلنا على تحقيق مبدأ الوفرة في المعروضات في الأسواق المحلية، وبالتالي قدرنا ان احنا نوفر سعر مناسب في الأسواق التنافسية، لان دايما بيقول الركيزة الأساسية لأي تنمية بتحصل تعليم صحة صناعة، وهو ده الشغل اللي حصل في ملف الصناعة تحديدا. يمكن كمان تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة وإزاي حصل ليها دمج في الاقتصاد الرسمي، كمان تفعيل منح أو منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكمان لما اتعملت قائمة بمئة إجراء تحفيزي علشان يحصل فعلا بالنهوض في الصناعة المصرية. كل ده يمكن يكون حقق أعلى معدل للصادرات بإجمالي أكتر من 32 مليار و400 مليون دولار، بارتفاع نسبته 46% خلال عام 2021. رقم كبير في الوقت اللي فيه الاقتصاد كله بيتراجع وبينكمش. ده حقيقي، 32 مليار و400 مليون دولار يمكن رقم كبير زي ما قلت يا منة، ودايما الارقام دي في حياة الامر بالنسبه لي هي مراه بتعكس الواقع. لغة الارقام اعتقد هي يعني الجميع يصمت حينما نتحدث بالارقام تحديدا، لان هي نتاج عمل ونتاج جهد حصل خلال 10 سنوات. لكن في حقيقة الأمر عشان نقدر اللي احنا نوفر في فاتورة الاستيراد كان لازم اللي احنا نوفر أيضا توطين الصناعة في مصر، وده اللي اشتغلنا عليه. ويمكن كنا دايما بنشوف التوجيهات الرئاسية بلا بد أن يكون نسبة المكون المحلي لا تقل عن 60%، وبعد كده سقف الطموحات عندنا بيزيد شوية بشوية، لا 70 لا 80، وإن شاء الله إن شاء الله نقدر اللي احنا نحقق توطين الصناعة بنسبة 100%، لأن احنا نجحنا في مضاعفة الصادرات من خلال توطين الصناعات الضخمة، ورجعنا أحياء الصناعات المختلفة في كل محافظات الجمهورية تقريبا. وزي ما قلت علشان توفر فاتورة الاستيراد لازم توطن الصناعة، وده اللي عملناه لما أطلقنا مبادرة إبدأ، المبادرة الوطنية لتوطين ودعم الصناعة المصرية، اللي كانت يعني بسواعد مصرية 100% بفكر مصري. ودايما زي ما بيقول السيد الرئيس احنا ما عندناش غير الفكرة، الفكرة اللي نقدر نقدمها علشان خاطر نعظم من المواد الخاصة بينا أو الموارد الخاصة بينا. يمكن لما أنت فعلا قلت المبادرة لما انطلقت، وده طبعا كان تنفيذ لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة كانت قائمة على فكرة ربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة، وكمان عشان يحصل تنمية للعنصر البشري. ده كان له هدف، يمكن
مش هدف واحد، يمكن كانوا ثلاث أهداف أساسية نقدر على أساسها نشوف إحنا عملنا إيه، وصلنا لغاية فين. أول حاجة كان الهدف طبعاً إن يحصل توفير فرص عمل للشباب. يمكن بعدها بعد ما الشباب ابتدت تشتغل قلنا خلاص إحنا الشباب اشتغلت، يلا بقى نحاول نبتدي نوطن الصناعات الحديثة عشان يحصل بالفعل تقليل للفاتورة الاستراتيجية. عشان كده الشركات اللي تم عقدها في المبادرة، مبادرة ابدأ في طرح عمل محور المشروعات الكبرى في توفير مجموعة كبيرة من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وده كان من خلال التوسع في صناعات قائمة وكمان توطين صناعات تانية حديثة علشان يبقى فيه إحلال للواردات وتقليل للفاتورة الاستيرادية. والنهاردة برضو هنحكي حكاية الصناعة المصرية بالتفصيل على مدار الحلقة. ده صحيح منا، بس أنا عجبني فكرة اللي انت قلتي احنا عملنا أول حاجة حياة كريمة، لأن أنا عجبني الفلسفة اللي موجودة حاليا في مصر، فكرة اللي انت بتبتدي أول خطوة وتكملي الحلقات المتصلة ببعضها لبعض، في نوع من أنواع التكامل بيحصل، لأن أنت لما بتنزلي على الأرض بتبتدي تكتشفي المعطيات اللي موجودة عندك وإيه اللي أنا أقدر أعظم بي يعني في الموارد بتاعتي تحديدا. بدأنا بحياة كريمة، الداتابيز أو قاعدة البيانات اللي بقت متوفرة عند مجموعة كبيرة من المتطوعين الشباب، لأن أنت مشروع حياة كريمة هو مشروع عملاق قدرت من خلاله أن أنت تعززي ثقافة التطوع مرة تانية. قدرتي بعدها انا عندي داتابيز بتقول ان كل محافظه اقدر ان انا اعمل فيها مجمعات صناعيه تشتغل على الصناعات المكمله، فبالتالي ان انا اوطن الصناعه بجزء ما. فبدات اللي انت تعملي ابدا اللي شفنا الانطلاقه القويه جدا والشراكات اللي حصل، بنتكلم على اكتر من 32 شريك اجنبي موجود عندك مع الشباب اللي شغالين على الارض، فهي دي فكره التكامل. هنحكي القصة النهاردة ونقول إيه اللي حصل علشان نعرف إزاي قدرنا اللي إحنا نحقق إنجاز حقيقي في ملف الصناعة. صباح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين دايما بنبتدي بمعرفة بقى والاطمئنان، لأن خلاص الناس بدأت يعني تستعد للنزول للشارع، فبالتالي خلونا نطمن على الطقس والمرور من زميلتنا هالة الحملاوي. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير يا منة. صباح الفل يا هالة. صباح الفل. يعني عندي ليكي خبر حلو النهارده، الجو مكمل حلو كويس قوي، يعني في انخفاض طفيف في درجات الحراره. عايزه اسمع كلمه انخفاض في درجات انخفاض الحراره، انخفاض هتسمعيها حالا دلوقتي. وسكوت امطار لو سمحتي. لا مش ضامنه موضوع سكوت امطار، انا ضامنه انخفاض طفيف في درجات الحراره هقوله لك حالا. اتفضل. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي الاول احوال المرور طبعا في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا جولتنا من محافظه القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه في اتجاه ميدان رمسيس، وشارع رمسيس نفسه بيشهد برضو بعض الكثافات المرورية اللي هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي لحد كوبري الساحل والأميرية. الكورنيش من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه للمؤسسة ففي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة عند منطقة المظلات. ونستكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة، شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في برضو كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر بعض الكثافات في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري مازال الطريق مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن، ومنه المحور 26 يوليو اللي بيشهد أيضا سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري. نروح بقى لمحافظة اسكندرية، في هناك سيولة مرورية عند كوبري ستانلي، ولكن في بعض الكثافات المتفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. ونكمل جولتنا بقى
نروح محافظة أسوان، يعني من اسكندرية لأسوان هنبدأ في أسوان من شارع السادات لغاية ما نوصل لمنطقة المسلة. هناك في سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في بعض الكثافات المرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في أيضا بعض الكثافات المرورية هناك. خلصنا جولتنا المرورية وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. زي ما قلت في أول الحلقة النهاردة لسه في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39، وأقل درجة حرارة في مطروح 26 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي مع بعض زي ما احنا متعودين باهم الاحداث اللي حصلت امبارح، وابرزها تاكيد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بجذب استثمارات الشركات الايطاليه الكبرى في التعدين، وايضا رئيس الوزراء استعرض مقترحات لاستغلال الامثل للمقار الحكوميه بعد الاخلاء. كمان معانا خبر خاص برئيس الوزراء اللي اكد ان المدارس الفنيه والحرفيه بتمد سوق العمل بالعماله المدربه وتصديرها للاسواق الخارجيه، ورئيس الوزراء التقى ايضا بوزير البريد والمواصلات السلكيه واللاسلكيه في الجزائر. خلونا نعرف اخبار اخرى، ماذا حدث بالامس من اخبار من خلال هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رؤساء وممثلي عدد من شركات التعدين الإيطالية، وهي شركات بيرتون ومينيرالي إندستريالي وشركة بي أس أم. الرئيس أكد تقدير مصر لعلاقتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وأشار في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين والصناعة التحويلية، وده بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطوراً. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسبل استغلال الأمثل للمقار الحكومية اللي تم إخلاءها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في ضوء إخلاء المباني والمقار الحكومية مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هنبدأ في تنفيذ خطة لاستغلال الأمثل للمقار اللي تم إخلاءها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأشار مدبولي إلى الاهتمام اللي بتوليه الدولة للمدارس الفنية والحرفية لكونها عنصر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة، وإن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة فيها مع القطاع الخاص. امبارح التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المهندس كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في جمهورية الجزائر، وده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشاد رئيس الوزراء بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الجزائري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، واللي بتشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، وده ضمن مجموعة أخرى من مجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابة ونويبع، وأكد مدبولي أنه هيقوم بصحبة الوزراء المعنيين والمحافظين بزيارة ميدانية قريباً لمدينتي طابة ونويبع للتعرف على أرض الواقع على المشكلات اللي بتواجه المدينتين ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة، وده بهدف إعادة إحياء هذه الثروة العقارية السياحية. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وده بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.
المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتطبيقات مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واكتشاف الشباب الموهوبين على مستوى الجامعات المصرية، نظمت الكلية الفنية العسكرية مسابقة الذكاء الاصطناعي الأولى ومسابقة الأمن السيبراني الأولى ضمن فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السابعة جائزة الفريق إبراهيم سليم في الفترة من 15 وحتى 20/7/2023. طيب خلونا نسيب القاهرة وصخب القاهرة ونروح لجولة المحافظات اللي شهدت هي أيضا في حياة الأمر مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت امبارح، ويمكن أبرزها تنظيم ملتقى توظيفي في محافظة أسوان، ده لتوفير 391 فرصة عمل في 11 شركة. خلونا نروح كمان من أسوان لمحافظة الإسكندرية، لأن قلعة قايتباي أعلنت عن شراء تذاكر الدخول بالبطاقات البنكية فقط، واعتقد ان ده منا بدايه حقيقيه للتحول الرقمي بقى، خلاص العالم كله اصلا ما فيش حد بيروح يشتري كاش فلوس، خلاص ده حقيقي ده حقيقي. طيب خلينا نروح بقى كمان للمنوفيه وافتتاح المقر الجديد لفرع توثيق ضواحي شبين الكم في محافظه المنوفيه، وكمان تمويل 52 مشروع بتكلفه 3,800,000 جنيه خلال مايو ويونيو في الوادي الجديد. خلينا نتابع باقي الاخبار في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن مديرية العمل في محافظة أسوان أعلنت عن تنظيم ملتقى التوظيف بنادي أسوان الرياضي اليوم الأربع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً لتوفير فرص عمل للشباب بمحافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة، بواقع 391 فرصة عمل موزعة على 11 شركة تشمل العديد من الأنشطة. قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية أعلنت أنه تم تطبيق قرار شراء تذاكر الدخول للقلعة باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر، ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي. كما تشهد قلعة قايتباي مشروع الترميم اللي بيتضمن صيانة جميع أحجار القلعة بالأسوار الخارجية والأسوار الداخلية والبرج الرئيسي بطوابقه الثلاثة وسطح البرج الرئيسي بما فيه ساري العلم، مع ترميم كافة الروابط الخشبية بالقلعة وعمل اللاندسكيب لصحن القلعة وتنسيق الحدائق. محافظة المنوفية شهدت افتتاح المقر الجديد لفرع توثيق ضواحي شبين الكوم التابع لمصلحة الشهر العقاري، تزامناً مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي 117، وتزامناً مع تنفيذ خطة وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري وتطويرها بكافة التجهيزات والإمكانيات الحديثة والمدعمة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين فيما يخص هذا القطاع الحيوي، وحيث يشتمل الفرع على مكاتب إدارية وتوثيق لتقديم خدمات متنوعة من خلال 12 شباك. محافظة الوادي الجديد أكدت أن إجمالي عدد المشروعات اللي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية مشروعك خلال مايو يونيو الجاري بلغ 52 مشروع مختلف النشاط بتكلفة 3.8 مليون جنيه، وفرت 104 فرص عمل لأبناء المحافظة، وبيبلغ إجمالي عدد المشروعات اللي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن 6,851 مشروع بقيمة 580 مليون جنيه وفرت 13,975 فرصة عمل. شهدت محافظة شمال سيناء افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بمقر نادي قادرون باختلاف في العريش، وتم تجهيز المركز بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات وخدمات تنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد وتأخر الكلام ومشاكل النطق واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وأيضاً صعوبات التعلم وتعديل السلوك، فضلاً عن تزويده بغرف تنمية مهارات وتكامل حسي وتنمية تخاطب. جامعة بني سويف افتتحت معرض بيع منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بالتعاون مع مركز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللي بيقام لبيع منتجات اللحوم والدواجن وبعض من السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مديرية الصحة بالدا أهلية نظمت قافلة طبية علاجية في قرية الحفير مركز بلقاس، وتم توقيع الكشف على 1766 مريض، ضمت 11 عيادة منهم 5 عيادات متنقلة و6 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة إكس راي.
محافظة أسيوط أعلنت طرح كافة المراسي التابعة للمحافظة للإيجار عن طريق المزاد العلني لتعظيم الاستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة من مرسى الهابي دولفين التابع لمشروع العبارات النهرية ومرسى الداون تاون التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، وده ضمن خطة المحافظة وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. محافظة البحيرة شهدت افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدية بالأسعار المخفضة بأرض المعارض بدمنهور، وبتنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وبيستمر حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك. وشهد المنفذ إقبال متزايد من المواطنين في أول أيامه لشراء متطلباتهم من اللحوم، وبيباع كيلو اللحم البلدي داخل المنفذ بسعر 220 جنيه للكيلو. مشاهدينا، فقرتنا مستمرة معاكم بعد الفاصل، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل باقي حلقاتنا. ونصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن في انخفاض طفيف في درجات الحرارة مكمل معانا، هل هيكمل خلال اليومين الجايين ولا أكتر من كده وهنرجع تاني بقى الموجات الحر القصوى؟ بالفعل مكمل معانا 48 ساعة القادمة. جميل. يعني اليوم وغدا إن شاء الله، لأن احنا بيتأثر بمصادر كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا. وأيضا في امتداد كمان منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بدور بيحجب جزء من أشعة الشمس ويساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات أو أقل من المعدلات بحوالي درجة إلى درجتين عظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32-33 درجة مئوية. جنوب الصعيد أيضا بتوصل ل 39 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي احساسنا بالطقس خلال فترة النهار هيكون طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية لأن السواحل الشمالية بتكون أقل درجة حرارة طبعا من القاهرة الكبرى طبعا. ضغط شديد الحرارة على المناطق اللي موجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. الأجواء بتكون أجواء معتدلة تماما وربيعية في أغلب مناطق الجمهورية، خاصة كمان إن بيبقى في نشاط نسبي للرياح سرعات ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة في أغلب مناطق الجمهورية فترات المساء وساعات الليل، بيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء في أغلب محافظات الجمهورية، وقد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في الصحراء الغربية أو أقصى جنوب الصعيد، لكن ملوش تأثير على أي باقي المناطق الداخلية الموجودة في الجمهورية. كمان اليوم مع طبعا وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا وتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، في فرص لسقوط الامطار بشكل متفرق على بعض المناطق من سواحل. طب كويس، علشان كانت منا زميلتي بتسال السؤال ده النهارده الصبح، بقول لها في انخفاض في درجات الحراره النهارده، كان عايز اسمع ان في امطار متقطعه كمان. حضرتك اهو قلتي احنا بالامس كان في امطار كمان وسط مناطق من شرق القاهره الكبرى، اليوم متوقع في المناطق الشرقيه في سواحلنا الشماليه الشرقيه، فالحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير. لكن خلينا نقول ان احنا خلاص النهارده البدايه الفلكيه لفصل الصيف اللي هيستمر معانا قرابه الثلاثه اشهر ان شاء الله. احنا يعني تدريجي هنحس ان نسب الرطوبه بدات ترتفع في الجو، لان الكتل بتبقى جايه من على البحر المتوسط بتتحمل بكميات من بخار الميه، فبالتالي نسب الرطوبه بترتفع في الجو، ده هنبدا نحس بيه تدريجي خلال الايام المقبله. عشان كده احنا بننصح كل الساده المشاهدين مهم جدا ناخد بالنا اول حاجه من التعرض المباشر لاشعه الشمس فترة الظهيرة تحديدا من الساعة 12 الظهر للساعة 3 العصر، الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فمهم جدا بقدر الإمكان وأنا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، نتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل، إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا، بالإضافة كمان إن احنا نرتدي الملابس القطنية فاتحة اللون ونبقى موجودين في أماكن جيدة للتهوية بشكل كبير. طب والاجواء اللطيفه بتاعت بالليل مستمره؟ يعني الجو اللطيف الحلو بتاع بالليل دوت
على الاقل 48 ساعه القادمه مستمر معانا الاجواء اللطيفه، يمكن كمان بعد 48 ساعه القادمه، لكن في بعض الايام اكيد لما يبقى فيه اعتدال في سرعات الرياح او هدوء لسرعات الرياح ممكن نحس ب يعني ارتفاع درجات الحراره، خاصه كمان ان احنا بنقول ان عظمه الرطوبه بتكون فترات الليل، لان فترات الليل الرطوبه بتزيد بشكل كبير وبتبقى فتره الليل بتوصل ل 75 ل 80% في بعض الاماكن، فبنحس اكثر بدرجات الحراره فترات الليل او ان درجات الحراره فيها ارتفاع فترات الليل في الليالي اللي مش هيكون فيها نشاط للرياح. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره العظمى 33 والصغرى 21، نفس درجه الحراره ايضا في العاصمه الاداريه 33 21، الاسكندريه 28 20، ايضا في العلمين الجديده 28 20، مطروح 26 20، وفي دمياط 28 21، بورسعيد 27 20، والاسماعيليه 34 21. في السويس درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22، وفي العريش 29 21، في كاترين 30 14، وفي طوبة 33 23، في حلايب 33 28، وفي شلاتين 36 27، شرم الشيخ 36 26، والغردقة 35 26. في الفيوم العظمى 34 والصغرى 22، وفي بني سويف ايضا نفس درجه الحراره 34 22، في الوادي الجديد 37 26، وفي اسيوط 35 23، سوهاج 36 25، وفي قنا العظمى 38 والصغرى 26. اما في الاقصر فدرجه الحراره 38 والصغرى 26، وفي اسوان 39 27. خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي هنرجع مرة تانية لمنة وعبد الصمد ونتابع أهم الأخبار والأحداث النهاردة. شكرا لك يا هالة. شكرا. طيب خلونا نروح دلوقتي لأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، لأن النهاردة حدائق القاهرة هتحتفل باليوم العالمي لليوجا داخل حديقة الحرية. كمان في أخبار تانية هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتقوم مصر بتسليم رئاسة الجمعية العمومية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إلى دولة غانا الشقيقة. يأتي ذلك في إطار تطلع مصر لدور أكبر للمؤسسات المالية الإفريقية لبناء واقع جديد لقارة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، خاصة أن التداعيات السلبية للأزمات الدولية الراهنة أثرت بشدة على الحيز المالي للعديد من البلدان النامية. النهاردة هتحتفل الحدائق المتخصصة بالقاهرة بيوم اليوجا العالمي، وده بحديقة الحرية بالزمالك على ضفاف نهر النيل، وده بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لليوجا، وتبدأ فعاليات الاحتفال من الثامنة صباحاً. النهاردة هيبدأ فصل الصيف وطوله 93 يوم و13 ساعة و52 دقيقة، ووفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإنه طبقاً للحسابات الفلكية اللي بيقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023 يحدث عند الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونيو. أهلاً بكم من جديد. محافظة الغربية بتشهد تنفيذ تجربة ري الأشجار بالطاقة الشمسية من خلال استخدام تطبيق للتليفون المحمول، وبيتم تنفيذ التجربة في إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر. التجربة اللي بتعتبر الأولى من نوعها في الري الذكي للأشجار من خلال خلية طاقة شمسية. التجربة دي صممها حي تاني طنطا بالتعاون مع الشركة البريطانية لتدوير المخلفات. تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور محمود عيسى رئيس حي تاني طنطا، نتعرف منه على التفاصيل. أهلا وسهلا بك يا دكتور، صباح الخير عليك. أهلا بحضرتك يا فندم، وصباح الخير على مصر كلها يا فندم. يعني إيه هنروي الشجر بالموبايل؟ إزاي دي؟ هي فكرة جديدة طبعا. فخامة الرئيس موجه ان الناس تتحضر للاخضر وال100 مليون شجره والحفاظ على الميه، على نقطه الميه. ففكرنا بفكره ابتكاريه جديده عندنا، عملنا خليه شمسيه، طورنا خليه شمسيه على الكورنيش. طورنا الكورنيش الفتره اللي فاتت كانت زي على القناه الاولى، ففكرنا ان احنا من ضمن التطوير ان هو لازم يبقى فيه زراعات. الزراعات زرعنا بطول 8 كيلو تقريبا حوالي 600 شجره. كويس قوي. فالري بتاعها بالطريقه التقليديه بيكلف عماله وعربيه ومواد بتروليه وسواق. ففكرنا ان احنا نعمل
خليه شمسيه نستفيد من وجود المايه جنبنا على القاطب. عملنا خليه شمسيه وربطناها بموتور يرفع المايه من ترعه القاطب، وطورنا الفكره وربطناها بابلكيشن على الموبايل وشغلنا فيها الذكاء الاصطناعي بحيث ان تشتغل عن بعد، ان انا اقدر اروي الاشجار عن بعد بابلكيشن. زي ما حضرتك شفت كده في حصل امبارح، وتفقد معالي وزير التنميه المحليه اللي هو هشام امنه ومعالي الوزير المحافظ، ودي كانت من ضمن برضه المبادرات اللي قامت الرئيس اتكلم عنها. احنا عندنا 100 مليون شجره المفروض ان نصيب الغربيه فيها، يعني وصل لعدد كبير. حضرتك وصلت لغايه كام في العدد دلوقتي في الزراعه؟ احنا وصلنا دلوقتي تقريبا ل 15,000 شجره، بين شجر مثمر وشجر مزهر. شجر المزهر بنزرعه في الشوارع، بنحاول نختار انواع معينه عشان نحافظ على الهويه البصريه للحي. اخترنا انواع شجر من نوع الاكاسيا، يعني الحي بيتزين باللون الاخضر في الفتره دي. بصراحه عدد كبير جدا من الاشجار في جميع الشوارع، لان دي منهجيه احنا انتهجناها. في اي شارع بنطوره بيبقى فيه مكون اخضر، لازم يتزرع شجر يخلق رئه جديده لتجديد الهواء للمواطنين. اكيد. طيب، مبادره فرزاوي دي واحده من المبادرات الجديده ضمن سلسله مبادرات بيتم طرحها، ممكن تقول لنا تفاصيل عنها؟ طبعا احنا عندنا في حي ثاني كان التحدي الكبير اول ما جينا اشتغلنا في الحي، ان في قمامه في الشارع. كنا عايزين نلغي فكره ان الناس تشوف قمامه في الشارع، وده كان من خلال الجمع المنزلي. اشتغلنا احنا كحي على الموضوع ودخلنا مكون ثاني وهو القطاع الخاص، ان احنا نستفيد من امكانياته ومرونته. دخلنا شركه بريطانيه معانا. الحي عندنا متقسم 10 مربعات، الشركه واخده 4 مربعات والحي شغال في 6. عملنا جامع منزلي بحيث الناس ما تنزلش القمامه في الشارع. التطور الطبيعي للموضوع هو الفصل من المنبع. تطبيق فرزاوي ده بيسمح للمواطن ان هو اول ما بيدخل بياخد اللوكيشن بتاعه. استخدام التطبيقات واضح جدا الشكل التكنولوجي والتطور التكنولوجي اللي ابتدى يظهر، وكمان تطبيق الرقمنه. كل الشكر ليك الدكتور محمود عيسى رئيس حي تاني طنطا، شكرا جزيلا ليك. يمكن الأفكار لا تتوقف أبدا تحديدا عند المصريين، لأن معروف أن المصري دايما بيكون مبدع ودايما بيفكر برا الصندوق. في مهندس مصري عنده هواية، الهواية دي هي فن مجسمات الورق أو ما يعرف باسم الأورجامي. قدر أن هو يحول الفن الأسيوي للمجسمات المصنوعة من الأورجامي بتقنية ثلاثية الأبعاد علشان يصنع أشكال تراثية مصرية تحديدا. إيه هي الحكاية؟ تعالوا نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. مجسمات دقيقة الصنع مليئة بالتفاصيل. يستهدف المهندس ياسر كمال صاحب مبادرة تمصير فن الأوريغامي تصنيع أشكال تراثية مصرية عن طريق فن طي الورق الأوريغامي، وذلك بعد أن أصبحت هواية التصميم بالمجسمات من الورق تشغل تفكيره وتستحوذ على وقت طويل من يومه. منذ الرابع من عمر المهندس ياسر كمال تعلق بفن الورق من خلال تجسيد الرسومات الأولية مثل المراكب الشراعية والمسدسات الورقية، حتى تولد داخله شغف خاص بلمس أنامله للأوراق وصنع الماكتات وعمل أشكال الكرتون، واستخدم القص واللزق وتصنيع مجسمات منها، بالإضافة إلى رسم خامات كثيرة من ألوان الزيت والفحم من أجل الخروج عن النمطية المعتادة، خاصة وأن الخامات المستخدمة متوافرة ومنخفضة التكاليف. رحلة جديدة في حياته حاول فيها المهندس ياسر كمال البحث عن فن طي الورق أو الأوريغامي على الإنترنت بالمواقع العربية والأجنبية، ليتحول الشغف إلى عشق بهذا الفن الآسيوي المنتشر بالصين واليابان، وكذلك للمجسمات المصنوعة من الأوريغامي بتقنية ثلاثية الأبعاد، ومحاولة تخطي الأشكال المتعارف عليها إلى صنع أشكال تراثية مصرية وإضافة أشكال وتجسيد رسومات تتناسب مع الثقافة والهوية المصرية مثل فانوس رمضان والمراكب ذات الشراعات النيلية وغيرها. طموح دائم يراود صاحب مبادرة تمصير فن الأوريغامي، حيث يطمح في نشر فن الأوريغامي بكافة ربوع مصر، حتى لا يقتصر دوره على صنع الأشكال التي تنال إعجاب الآخرين فقط، بل يقوم بتنفيذ حلمه من خلال قيامه بعقد العديد من ورش تعليم الأوريغامي للأطفال بالنوادي والمكتبات العامة والمؤسسات التعليمية، خاصة وأنه فن يمكن تعليمه من عمر 5 سنوات ولا يحتاج إلى أي تكلفة كغيره من الفنون،
فقط أوراق وبعض الأدوات المتعارف عليها مثل المقص والقطر وأنبوبة اللاصق والطباعة والألوان. تفاصيل أكتر هنعرفها من المهندس ياسر كمال صاحب مبادرة تمصير فن الأوريجامي اللي معانا دلوقتي عبر زوم. أهلا وسهلا بك يا باشمهندس، صباح الخير عليك. صباح الخير يا باشمهندس. يمكن احنا في يعني التقرير عرفنا بشكل مبسط كده ايه هو فن الاوريجامي، لكن عاوزين نعرف من حضرتك ازاي قدرت اللي انت تمصر فن الاوريجامي تحديدا. الفكره اصلا التعامل مع مجسمات الورق وفكره التعامل مع المجسمات طول الوقت، ازاي احنا بنتعامل مع ان بعد ما بنعمل المجسم بالورق يعني اقصى حاجه كنا بنعملها المركب الشرعي أو حاجة لا على واحنا بنعمل واحنا صغيرين كنا بنعمل، بس ما هوش اوريجامي يعني، بس كنا بنعمل ايه بالورق، بنعمل طياره، بنعمل مروحه، بنعمل الحاجات. يعني خلينا ما نحرقش كتير يعني من التفاصيل، والبشمهندس يعني ياسر يقول لنا تفصيل اكتر عن فن الاوريجامي تحديدا. يا باشمهندس صباح الخير. صباح الخير باشمهندس ياسر، رحلتك من الاتصالات لفن الاوريجامي ونشره ازاي؟ والله هو مبدئيا فن الاوريجامي من الفنون الراقيه جدا، استهوتني من الصغر يعني. انا بدات رحلتي من سن مبكر قوي موضوع الورق عموما او اهتمامي بالورق. فكنت غاوي قوي ان انا اعمل الاشكال اللي هي البسيطه المتعارف عليها يعني، المركب والطيارات الشراعيه والحاجات اللي زي كده. وبعدين بدات اهتم بقى بالتفاصيل، اضيف التكتشرز يعني او الملمس بقى والشكل واللون والحاجات زي كده. انا مبدئيا احترفت الاوريجامي من 10 سنين بالظبط في 2013. وده كان اول معرض ليا، كان اتيليه القاهره تبع قطاع الفنون التشكيليه. وكان يعني احد الفنانين كان شاف شغل على الفيسبوك بقى والكلام ده ورشحني ان انا اعمل معرض للاوريجامي. يمكن احنا من الحمد لله يعني ربنا وفقني وبدات الموضوع بشكل جدي، وشاركت تقريبا 50 عمل كبير. ولقى الحمد لله قبول، وامتد حتى المعرض ساعتها ل 30 يوم بدل 15. فكانت حاجه نقله كويسه. يمكن يا باشمهندس احنا بنتابع دلوقتي على الشاشه مجموعه من الصور لاعمال حضرتك او الخطوات التنفيذيه لاعمال حضرتك. عاوزين حضرتك بقى تكلمنا كمان على فكره مبادره حضرتك لنشر فن مجسمات الورق الاوريجامي في مصر، وكمان الطابع الى يعني اللي حابب حضرتك يعني اللي هو ينتشر من خلال هذه المبادره. والله يعني هقول لحضرتك، انا مبدئيا الفن ده يعني حقه مهضوم جدا في مصر، يعني مش واخد حقه. احنا الفن ده منتشر بشكل كبير قوي ومفخم يعني في الدول الاسيويه وتحديدا اليابان والصين. طبعا هو واخد الشكل بتاعهم والتراث بتاعهم بقى، يعني هو مهتمين قوي بحته الثقافه اليابانيه والصينيه القديمه اللي هو الساموراي بقى والدراجونز والحاجات اللي زي كده. فانا نظرا لان انا برضو عايز انقل الموضوع ياخد شكل التراث المصري شويه، فحبيت ان انا امصر الموضوع. وينتشر يعني، مش بس يبقى حد واحد او اثنين او عشرة ان هم يبقوا مهتمين. انا محتاج ان انا الاطفال بتوعنا، نظرا ان الطفل المصري موهوب، فانا محتاج الطفل لسه المصري لسه منا كانت بتقول احنا عندنا المبدأ. الثقافه دي بالفطره تحديدا لما كنا بنعمل المراكب الورق والمسدسات الورق والحاجات دي، فالبدايه موجوده او الستارت موجود يعني. تمام. هي دي الفكره، ان احنا اوريدي كنا مهتمين باللعب الورق. وهي خامه بسيطه قوي ومتواجده وسعرها رخيص، ليه ما ننميش ده ونعمله؟ وعلى فكره بيحصل العلاقه عاطفيه بيني وما بين الحاجه اللي انا بعملها يعني. صحيح. اكيد اللعبه اللي انا بشتريها جاهزه، البلاستيك اللي بتتكسر اللي غير الحاجه اللي انا عملتها بايدي، لان في الاخر بيبقى في بينشا بينا علاقه كده، وبهتم بيها كطفل وبحافظ عليها والاخر، وببقى فرحان بيها يعني. هو اي طفل النهارده بيعمل عمل فني بيجري على باباه بيوريها له ويشوف اهتم بيها وهكذا. بس حضرتك ضفت لها بعد مختلف يا باشمهندس، اضفت لها بعد تكنولوجي كده. عملت من كام سنه يمكن مسجد، وحطيت عملت فيه بريموت كنترول، وعملت بريموت كنترول وكان بينور وكده، الابواب والاذان بتاذن. بتحاول تخليها اكثر جذبا ومش كده وبس برضو يعني. انا لازم ادخل الجزء التخصصي بقى يعني، كوميونيكيشن لازم برضو ندخل احنا كمهندسين برضو نضيف شويه ليها.
هي الفكره مش بس ان اهتم بالفن كفن، ان هو يبقى مفيد. يعني هي القصه مش قصه شكل جميل، هي القضيه انها يبقى شكل جميل. وليه بقى ما يبقاش اباجوره بتنور، وليه ما يبقاش فاز بيحط فيها الورد، وليه ما يبقاش حاجه خاصه تكنولوجيا زي مثلا موضوع المكاتب بتاع المسجد ياذن في الوقت الاذان وهكذا. يعني برضه نديها بعد مفيد، مش بس حاجه شكلها. اهتمامي بموضوع الاوريجامي ان انا اعلمه للاطفال النهارده، الطفل المصري من صغره مبدع. يعني في عندنا اطفال كتير جدا بيبقوا موهوبين، بيهتموا بالرسم وبالنحت وخلافه. صحيح. الخامه بتاعت النحت او الادوات بتاعت الرسم ممكن تبقى مكلفه، لكن انا ممكن استخدم الورق على فكره، ريسايكل الرجارايه والمجلات والكلام ده، انا ممكن استخدم الورق بتاعهم واطلع اعمال فنيه مبهره يعني. بس الاعمال الفنيه المبهره دي يا باشمهندس اللي احنا شايفينها لو كلها بموضوع الاوريجامي. نعم هيستفيد. حضرتك سامعني يا باشمهندس؟ اتفضل يا فندم. الاعمال الفنيه المبهره والعظمه اللي احنا يمكن شايفينها على الشاشه دي تحديدا، اعتقد بتحتاج التحلي بروح الصبر، وبتعلم الصبر كمان، يعني دقه التفاصيل اللي بتصنع دي من طبعا دي من افضل فوائد الاوريجامي. الاوريجامي ليه فوائد كتير جدا، اهمها الصبر. في نقطة مهمة جدا غايبة عن في بالنسبة للفن ده، معظم الفنون بتستخدم، احنا عندنا طبعا الفص الايسر بتاع المخ هو المسؤول عن الكرياتيفيتي او الابداع، ومعظم الفنانين الفص الايمن بقى لانه مسؤول عن موضوع الحسابات والمنطق والكلام ده ما بيستخدموش. الاوريجامي فيه بيعمل البالانس ده، يعني بقدر استخدم كل طاقة العقل في الاوريجامي لان في جزء حسابات. انا لازم احسب السكيل واحسب مقاسات بتاعت العمل واحسب بعض زي الطاووس مثلا محتاج تركيب ورق زي المكعبات، فبالتالي بقعد احسب له اعداد علشان يطلع بشكل المنظور بتاعه يبقى مظبوط او مقاساته تبقى مظبوطه، ففي جزء هندسي أكيد. فبالتالي انا بستخدم يبقى هنا عندما تلتقي الهوايه مع الدراسه ومع اللي حضرتك بتعمله بالفعل. كل الشكر ليك المهندس ياسر كمال صاحب مبادره تنصير فن الاوريجامي، شكرا جزيلا ليك. دلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لاهم الانباء الثامنه صباحا مع هاله، اتفضل يا هاله. شكرا عبد الصمد. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين والصناعة التحويلية بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطوراً. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بعدد من رؤساء شركات التعدين الإيطالية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر في ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة. بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. وأوضحت هيئة التأمين الاجتماعي أنه تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد المقبل الموافق 25 من يونيو الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، مضيفة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً. أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بدعم الدول الأعضاء والشركاء لجهود الاستجابة الإنسانية للأوضاع في السودان، وحثت الصحة العالمية الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها لكي تتمكن المنظمة من تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لملايين السودانيين، مضيفة أن شهرين من العنف المحتدم قد أثرا تأثيرا شديدا على تقديم الرعاية الصحية، وهو ما خلف 11 مليون شخص في شتى أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدة الصحية.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في الوقت الذي تهدد فيه روسيا بالانسحاب من الاتفاق الشهر المقبل. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن غوتيريش يدعو الأطراف إلى تسريع العمليات ويحثهم على بذل قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الاتفاق الحيوي المقرر تجديده في 17 من يوليو المقبل، مضيفا أن صادرات المواد الغذائية تراجعت بشكل كبير من ذروة بلغت 4.2 مليون طن في أكتوبر الماضي إلى 1.3 مليون طن في مايو الماضي، وهو أقل حجم منذ بدء المبادرة العام الماضي. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الجوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية مشددة على أن الوقت بدأ ينفد وكذلك أموال وموارد المساعدات. وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في منطقة الجنوب الإفريقي تومسون فيري إن البرنامج يسعى للوصول إلى 3.6 من 10 مليون شخص خلال الأشهر الستة المقبلة، مضيفا أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الأشخاص المحتاجين وأولئك الذين يتم إيصال مساعدات غذائية إليهم. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة التصدي لما وصفه بمخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والاقتصاد، مضيفا أنه سيسعى للحصول على مشورة الخبراء في هذا الصدد. وفي فعالية بسان فرانسيسكو قال بايدن إن إدارته ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة والتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها. ورياضيا، تعادل منتخب الوطني الأولمبي مع نظيره منتخب الكونغو بدون أهداف في مباراة ودية على ملعب مولاي رشيدي بالعاصمة المغربية الرباط، وتعد هذه المباراة آخر تجربة للمنتخبين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم لموجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر الأولمبي تعادل مع الكونغو سلبياً امبارح على ملعب مولاي رشيدي بمدينة الرباط في آخر تجربة ودية للفريقين قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني حرص على استقبال الأندية الصاعدة للدوري الممتاز وهي الجونة وزد، واعتذر نادي بلدية المحل عن الحضور، وتم الحديث في الجلسة عن العديد من الأمور الخاصة باللاعبين والأندية والسلبيات والإيجابيات والصعوبات اللي بتواجه المدربين. الاتحاد المصري لكرة القدم بيجهز خطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيطالب فيه بتأجيل إرسال أسماء الفرق اللي هتمثل مصر في بطولتي أفريقيا 15 يوليو الجاي، وده الميعاد المحدد لنهاية مسابقة الدوري المصري. منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 فاز في أول مبارياته ببطولة العالم باليونان على منتخب كوبا بنتيجة 45-28 في المنافسة المقامة بأتينا. بيلعب منتخب الوطني للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم واللي بتضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية. زياد السيسي لاعب منتخب مصر توج بذهبية منافسات سلاح السيف ببطولة أفريقيا للمبارزة المقامة خلال الفترة من 19 ل 23 يونيو الجاري بصلاة حسن مصطفى. فاز زياد السيسي في النهائي على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-9 ليحصل على الذهبية ويحرز أدهم معتز الفضية. منتخب السنغال حقق الفوز على المنتخب البرازيلي بنتيجة 4-2 في المباراة الودية اللي جمعتهم امبارح بمدينة لشبونة البرتغالية.
المنتخب الألماني خسر أمام منتخب كولومبيا بالنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين في مدينة شالكا الألمانية ضمن مباريات الأجندة الدولية. ثنائية منتخب كولومبيا سجلهم لويس دياز وخوان كوادرادو في الدقائق 54 و82. منتخب بلجيكا حقق فوز مهم على منتخب إستونيا بالنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024. بالنتيجة دي بيحتل منتخب بلجيكا وصافة مجموعته برصيد 7 نقط، ومنتخب النمسا المتصدر ب 10 نقط. كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي قاد منتخب البرتغال للفوز على منتخب أيسلندا بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات يورو 2024. بيتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة العشرة والأخيرة برصيد 12 نقطة، وقف رصيد أيسلندا عند 3 نقط في المركز الخامس. كمان موسوعة جانس كرمت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي بمناسبة وصوله ل 200 مباراة على المستوى الدولي، وده قبل بداية مواجهة أيسلندا امبارح في الجولة الرابعة من تصفيات يورو 2024. خلصت نشرتنا الرياضية، وهنرجع مرة تانية لمنة وعبد الصمد واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا. في الحقيقة يمكن حياة المصريين القدماء هي حياة مليئة بالأسرار، لأن كل يوم بنكتشف مع كل كشف أثر جديد مش بس بنكتشف يمكن جزء جديد من التاريخ أو الحضارة المصرية القديمة، لكن كمان بنتعرف على معلومات جديدة عن الحياة الخاصة بالمصريين القدماء، لأن بيكون في نوع من أنواع الأشياء الغريبة اللي ربما بنجدها داخل المقابر الجديدة اللي بيتم اكتشافها، وبنلاقي داخل يعني مقابر المصريين القدماء تحديداً يعني في بعض الأمور اللي بتبقى غريبة لكنها بتأكد لنا إن الحضارة اللي احنا أو الاكتشافات اللي بيكتشفها التكنولوجيا والعلم هي موجودة منذ يعني آلاف السنوات. يمكن معروف عن المصري إنه بيفرق معاه الزادة والزوادة، الجملة اللي احنا متعودين نقولها باللغة الدارجة دي. كانت آخر اكتشافات موجودة في سقارة مثلا، لقوا قوالب من الجبنة محتفظة بشكلها وبهيئتها. نفس الموضوع في مقبرة توت عنخ أمون اللي لقوا في مقبرته عشرات من القطع الأثرية الغريبة. إيه حكاية الاكتشافات الأثرية الغريبة اللي بقت دلوقتي متصدرة مشهد الاكتشافات؟ تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور شريف شعبان الباحث في الأثار المصرية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير عليكم، إزيكم؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. يعني إيه الحكاية؟ كل يوم بنكتشف كشف أثري جديد، بنقول خلاص إحنا عرفنا السر وراء عظمة أجدادنا، لكن بنلاقي لا لسه في أكتر. الموضوع ما وقفش عند التحنيط مثلا وهو أكبر الأمور العلمية اللي اتعملت، لقينا جبنة في نفس شكلها اللي موجود، وده دليل على فكرة الاحتفاظ بالأمور أو فكرة المواد الحافظة اللي اكتشفت حديثا. هي مش مكتشفة حديثا ولا حاجة، ده موجودة من الماضي وقدروا اللي هم يحفظوا الحاجة لآلاف من السنوات. شوف الحضارة المصرية القديمة ما بتبطلش إنها تبهرنا، كل يوم بنلاقي اكتشافات أثرية بتبهرنا، بتبهر العالم كله. احنا تمام، احنا مش عايزينها تبطل. كل يوم بنبهر العالم، كل يوم بنحل ألغاز، كل يوم بنلاقي اكتشافات بنعرف مدى عظمة الحضارة المصرية القديمة ومدى عظمة فكر مصر القديم في كل المناحي. صحيح. في السياسة، في الاقتصاد، في العسكرية، في الفلك، في الطبيعة، في التحنيط، في الطب، في الهندسة، في المعمار، في كل شيء. الموضوع مش بس في فكرة الاكتشافات، في فكرة إعادة الاكتشافات أو دراسة المواد المكتشفة. صحيح. يعني مثلا الاكتشاف الأخير بتاع سقارة ده 6 مواسم شغالة في مجلس أهل الآثار لحد ما اكتشفنا قوالب جبنة متحنطة، جبنة بيضة أو الجبنة القريش. فكرة أن المصري القديم بيحنط جبنة معناه أنه هو بيهتم بأدق تفاصيل حياته عشان تروح معاه العالم الآخر. هو بيحنط ليه؟ عشان عنده إيمان شديد اتقدم في البعث مرة أخرى، فكرة البعث والخلود اللي كان سابق بيها كل الحضارات المعاصرة أو اللاحقة ليه، الفكرة اللي جات بيها الأديان السماوية بعد كده. فمعناها أن المصري القديم كان سابق عصره زي ما بيقولوا. صحيح. طب هو حنط الجبنة إزاي؟ فكرة ان هو يجيب قوالب الجبنة ويحطها في قالب ويدفنها في الرملة ويحطها في مية عشان تشفط، يحطها في ملح عشان تشفط المية
والقالب ده يحطه في الرملة في درجة حرارة شديدة في الصحراء عشان تشفط كل السوائل الموجودة، وبالتالي قالب الجبنة ده يبقى كتلة واحدة ناشفة يقدر من خلاله ان هو يحافظ عليها اطول وقت ممكن. الغريب ان احنا لما لقينا كتلة الجبن دي في القوالب لقيناها صلبة ما تفتتتش غير بصعوبة. وعارفين ان مصر القديم كان بيقول على الجبنة البيضة حرم، اللي هي اتعرفت بعد كده في القبطي الى حلوم، اللي هي بقت عندنا الجبنة الحلوم. فمعناها ان الجبنه من اساسيات اكل المصري القديم. طيب احنا كان قبلها يمكن باسابيع قليله جبنت سقاره كل شويه نلاقي فيها حاجه مختلفه، يمكن لقينا ورشتين تحنيط، واحده لتحنيط الحيوانات وواحده لتحنيط الاكل، فاحنا بنتكلم في ان الاثنين دول كانوا واخدين حيز كبير قوي من تفكير المصري القديم. والغريب ان الورشتين دول كانوا في العصر المتاخر في جبانه جماعيه، يعني ما كانش جبانه ملكيه زي توت عنخ امون، ما كانتش جبانه لصفوه او نبلاء، ومع ذلك ده بيدلنا ان اقل طبقه في المجتمع كانت بتهتم بفكره التحنيط، كان عندهم ايمان شديد بفكره رغبه الانتقال للعالم الاخر. لما نلاقي النموذج بتاع توت عنخ امون النموذج الامثل لينا في كل حاجه في الحضاره المصريه. المقبرة بتاعة توت عنخ آمون عبارة عن كتاب مفتوح بتعرفنا كل ما يخص حياة الملوك في مصر القديمة. المقبرة الأكمل والأجمل اللي تم اكتشافها سنة 22. عرفنا أن الملك الصغير ده اللي مات عنده 18 سنة كان غاوي صيد، كان غاوي رياضة رغم أن هو كان عنده مشكلة في رجله ما كانش بيقدر أن هو يمارسها بشكل طبيعي، ومع ذلك كان غاوي أن هو يمارس رياضة الصيد. كان عنده حب كبير للاكل، الوز والبط واللحوم. لان مقبره توت عنخ امون دي مليانه اكل اعتقد. فيها صناديق كامله لاكل متحنط، عرفنا هو بيحب ياكل ايه؟ عن طريق الاكل اللي كان بيتحنط واللي كان موجود معاه، عرفنا ان هو كان بيحب جدا الوز والبط، كان بيحب الكبده، كان بيحب اللحمه، كان بيحب جدا الدوم والبلح. فعن طريق الاكل اللي بيحبه كان عنده رغبه حقيقيه ان هو يكمل معاه في العالم الاخر. مش بس كده، ده في حاجات جوه المقبره، يعني الذهب اللي احنا بنفتخر بيه ده ممكن نقول عليه 30% من محتويات المقبره. في حاجات في غايه الغرابه اكتشفت في مقبره توت عنخ امون. زي ايه يا دكتور؟ زي الخنجر بتاع توت عنخ امون اللي اكتشف في لفائف الكتان بتاعه الموميا بتاعته. اكتشف بعد 3 سنين من كشف المقبره لما تم العثور على الموميا بتاعته وعمل دراسات عليها. ليه كان غريب ان احنا نلاقي الخنجر؟ ليه كان علشان غريب؟ كان ملفوف معاه جوه جسده يعني او محيط بيه؟ كل ده كان طبيعي. اوكي. الخنجر نفسه صناعته كانت غريبه جدا. ليه؟ الخنجر كان مصنوع من الحجر الحجر النيزكي. الحجر ده لما تم اعاده دراسته بعد كده في الالفينات اكتشفنا ان هو بيحوي على نسبه كوبالت ونيكل 11%. مع ان نسبه الكوبالت والنيكل الموجوده في اي حديد على سطح الارض لا تتعدى 1%. معناها ان الحديد ده صلابه اكبر جاله منين؟ الحديد ده بيجي من بره الكره الارضيه، معناها ان دي نيازك جت خبطت الارض والمصريين القدماء استغلوها. التعامل مع مختلف الحاجات الموجوده في الطبيعه مش بس المتوفره، لا المستجدات بالزبط. كانوا متابعين بالظبط. والنوع ده من الحديد لقينا زيه بشكل قليل في حضاره الاناضول. ده بيبين ان المصريين القدماء كانوا على اتصال بحضارات معاصره زي حضاره الحيثيين، وكان في تجارات متبادله. عندنا البوق اللي بيسموه البوق السحري بتاع توت عنخ امون، كل ما يتنفخ فيه كل ما تقوم حرب. البوق ده اتلقى في مقبرته، كانت الابواق معروفه في مصر القديمه ان هي كانت اداه لاعلان الحرب. اعلان الحرب صحيح، مع الطبول. مع الطبول. فكره كمان الاكتشافات الغريبه مقبره الملك خوفو. يمكن تم العثور فيها على اساور لام الملك خوفو. هذه الأساور تحتوي على نوع من أو نسبة من نسب الفضة تحديدا. بالظبط بالظبط. الملكة ليه هنا دي كانت غريبة؟ الملكة حتحبرس الأولى أم الملك خوفو وزوجة الملك سنفرس، ودي كانت في مقبرة أم الملك خوفو. بالظبط. المقبرة بتاعتها عبارة عن فجوة أو زي حجرة دفن موجودة شمال شرق الهرم الأكبر. الاكتشافات الآثار بتاعتها اكتشفت سنة 25 على إيد المكتشف الأمريكي جورج رايزنر. السر مش في الاكتشاف نفسه، في إعادة دراسة الاكتشاف.
الجزء من الاكتشافات او الاثاث بتاعها اتنقل ما بين المتحف المصري في التحرير وبين متحف بوسطن في الولايات المتحده. مجموعه من العلماء عملوا دراسات على الحلي بتاعها من حوالي شهر، فاكتشفوا ان الاساور بتاعتها فيها نسبه فضه. معروف ان الحضاره المصريه القديمه لم تعرف الفضه الا خلال الدوله الحديثه، يعني بنتكلم في قرن 10 9 قبل الميلاد. فلما نلاقي فضه في الألفية الرابعة 3000 سنة قبل الميلاد، معناه ان ده اكتشاف جديد، اكتشاف مثير. صحيح. المصريين القدماء عرفوا الفضة ازاي وجابوها منين؟ معروف ان في الوقت ده الفضة كانت موجودة في محيط بحر ايجا، او في الحضارة بتاعة بلاد اليونان في بداية العصر البرونزي. طب ازاي المصريين وصلوا لليونان في الوقت ده؟ يحتمل ان في نقطة اتصال تجاري وصلت المصريين باليونانيين، وهي جوبيل او بيبلوس الموجوده دلوقتي في لبنان. وعندنا وثائق بتدل ان الملك سنافرو زوج الملكه حتحبسوت كان بيعقد صفقات تجاريه وكان بيستورد اخشاب الارز من جوبيل، فاكيد ان هو تم استيراد الفضه في الوقت ده من المكان ده. ايه الدلاله الخاصه بالاكتشاف ده؟ ان مصر كان ليها سيطره اقتصاديه كبيره جدا في الوقت ده، في سيطرة إقليمية وفي تجارة مفتوحة ما بين المصريين وبين اليونانيين في حوض البحر المتوسط من قديم الأزل. بيدل قد إيه المصريين القدماء من بدايات التاريخ كان ليهم علاقات تجارية وعلاقات إقليمية بالمنطقة اللي هم موجودين فيها. احنا مشهور عننا كمصريين قدماء كان عندهم بيبرعوا في صناعة السفن وركبوا البحر، فبالطبيعية احنا واليونان كان في سهولة في التواصل، ففعلا ده تأكيدا كبير لكلام حضرتك. طيب في حاجات تانية عمالين نسمع عنها، اكتشافات مختلفة، المومياوات الذهبية، ايه حكايتها؟ في مومياء لطفل تم اكتشافها وإيداعها في المتحف المصري في 1916، وفضلت في المتحف أكتر من قرن. يعني احنا بنتكلم دلوقتي احنا سنة 23. مين الطفل ده؟ مين الطفل ده؟ تم اكتشاف أو عادة اكتشاف المومياء دي عن طريق فريق بحثي بتترأسه دكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة في كلية الطب، وقامت بعملية أشعة مقطعية وأشعة سينية للمومياء دي. طبعا بدون ما نلمسها، بدون ما احنا نفك اللفائف بتاعتها، وده تطور علمي احنا بنحمد ربنا عليه، ابتدينا نكتشف ايه اللي جوه الموميا دي. موميا لطفل عنده حوالي من 15 ل 16 سنه، بترجع للعصر البطلمي، محنطه بشكل بارع جدا، بتحتوي على 39 تميمه من الذهب والفايانس والاحجار الكريمه، حوالي مجموعة كبيرة جدا. ده بتبقى جوه الموميا ملفوف عليها اللفائف بتاعتها، جوه اللفائف في مجموعة صفوف متنظمة بشكل جميل جدا كأنها تمايم لحماية الموميا. لقينا لسان ذهب موجود في فك الموميا مكان اللسان الحقيقي، عشان الموميا لما تصحى في العالم الآخر في الاعتقاد ان هو يبتدي يتكلم ويعبر عن نفسه ويحاول ان هو يرضي المعبودات اللي كان مؤمن بيها في الوقت ده. لقينا مجموعة من التمايم اللي بتغطي الأماكن اللي تعمل فيها عمليات جراحية لإزالة أحشاء الموميا عشان ما تبصش، كنوع من حماية. دكتور، هو السؤال هنا، يعني مجموعة من التمايم دي أعتقد دي في حد ذاتها ممكن تكون مصدر جذب سياحي كبير. طيب ليه ما يتمش فك اللفائف دي علشان تعرض هذه التمايم؟ احنا بنخاف ان احنا نفك اللفائف دي لا يبقى في أي ضرر على الموميا لو في حالة غير جيدة. عشان كده احنا لما بنيجي نعمل كشف عن طريق الاشعه السينيه اشعه اكس، او عن طريق السيت سكان الاشعه المقطعيه، الاشعه دي ما بتسمحش ان اي ايد بتلمس الموميا. بيتم اخذ مجموعه من الصور، 1000 صوره للموميا بدون اي تدخل بشري، ده في حاله الحفاظ على الموميا بدون اي تدخل لحمايتها. ممكن بطريقه او باخرى ان احنا نحاول ان احنا ناخد التمايم دي، وعندنا مجموعه كبيره من الحلي اللي تم اكتشافها على مدار التاريخ المصري، طبعا بتعمل جذب سياحي بشكل كبير. اقصد ان احنا ممكن نخرج التمايم دي لو قدرنا بدون المساس بالموميا او بدون الاضرار بيها. اعتقد يمكن من مميزات الموميا انها متكامله على بعضها، او انها على بعضها بالزبط. من غير ما تتفك ده ممكن يكون عنصر جذب اكبر بكتير. بالزبط. طيب فكره بقى المراكز الشمس اللي موجودة في الهرم،
احنا الهرم كنا لسه بنتكلم قبل الهوا كده بندردش مع بعض انه طبعا بيبقى فيه فترات دوريه لصيانه الهرم والتاكيد على كل حاجه انها فيه مظبوطه وتمام. مراكز الشمس في نقاط كتير قوي لسه في الهرم احنا مش عارفين نعرف عنها تفاصيل. طبيعي الهرم الاكبر كل يوم بيقدم لنا الغاز وكل يوم بيكشف لنا عن اسراره ومش هنقدر نخلصها، يعني رغم الاكتشافات العلميه المتقدمه اللي احنا وصلنا لها بس الهرم الاكبر هيبقى لغز ولغز كبير. فين الموميا بتاعت الملك خوفو؟ احنا لحد دلوقتي مش لاقيينها في اي حجر. في كلام ان الممر اللي تم العثور عليه ده هو ممر يؤدي لغرفه الملك خوفو او موميا الملك خوفو. في مجموعه من الممرات، يعني انا بنقلها لحضرتك اللي بيردد حاليا على السوشيال ميديا عشان نعرف من حضرتك الممر وبتقول لنا التفاصيل. احنا اكتشفنا مجموعه من الممرات في 2002 لو حضراتكم تفتكروا. صحيح. دكتور زاهي حواس جاب الروبوت بالتعاقد مع قناه ديسكفري واكتشفنا مجموعه من ده كان على الهواء مباشره على الهواء لحد الساعه 2 او 4 الفجر، وتم التوصل الى بلوك او حجر صحيح يقفل الممر ده، واضطر الدكتور ان هو يعيد الكشف ده بعد كده في 2008 باساليب متطوره عشان يدخل ويعرف ايه اللي ورا الممر ده، ولكن لقى بلوك تاني وده برضو بيظل سر من اسرار الهرم. في 2017 اكتشفنا حاجه في منتهى الاهميه، فجوه كبيره جدا في مركز او في قلب الهرم، فجوه حوالي من 10 ل 12 متر وعرضها حوالي 5 متر. ايه سببها؟ ايه سبب وجودها؟ ايه الغرض منها؟ ما نعرفش. تم الكشف عنها عن طريق دراسات مشتركه ما بين جامعه القاهره وبين مركز بحثي في فرنسا باستخدام احدث التكنولوجيات عن طريق المسح الذري، ولكن احنا ما قدرناش نعرف ايه الغرض من الفجوه دي. فجوه كبيره جدا، فجوه ايه سبب وجودها جوه الهرم؟ لحد دلوقتي ما عندناش اجابه على السؤال ده. بس اكيد بتحمل الغاز وبتحمل تفاصيل كتير اكيد. وايه سبب وجودها في قلب الهرم وازاي ان هي ما اتحركتش او ما وسعتش؟ ايه اللي كان بتحويق الفجوه دي؟ احنا ما نعرفش. يعني تبقى الاسرار كامنه في التفاصيل اللي يعني يوم بعد التاني بيتم فك الطلاسم او الالغاز الخاصه بهذه التفاصيل عشان نقول احنا المصريين. ودي عظمه أصحاب الحضاره المصريه القديم. ان هي كل يوم بتقدم لنا جديد وكل يوم بتقدم لنا الغاز. صحيح. وبنشكر التكنولوجيا والبحث العلمي المتطور اللي بيساعدنا كل يوم ان احنا نحاول نفك الالغاز. واحنا بنشكرك دكتور شريف شعبان الباحث في الاثار المصريه، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. شكرا جزيلا ليكم. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمرة، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. جلسة الحوار الوطني لسه مستمرة وعلى هامش انعقاد الجلسات معنا لقاء مع النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، نتعرف منه على ما تم طرحه في اللقاء. اللقاء أجراء الزميل مصطفى ميزار. خلينا نقول ان احنا في حاله غير مسبوقه في عمر السياسه المصريه، في عمر الحياه السياسيه المصريه. يمكن كان في قبل كده حالات حواريه ولكن ما كانتش بهذا الحجم وهذا التحضير الجيد اللي خلينا قبل اي حديث ان احنا فعلا لابد ان احنا نوجه الشكر لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعي لهذا الحوار، وهو دعاه من باب حرصه على الدوله المصريه وعلى مصلحه الدوله المصريه، وبعد اطمئنانه الى الحاله استكمال مؤسسات الدوله والحاله التي وصلت منها مصر اليها مصر من استقرار اقتصادي وامني وخلافه، ادى بها ان احنا دعوه لهذا الحوار ليكون دعوه حواريه ما بين كل اطياف المجتمع المصري، ليس مقصورا على فئه بعينها، ليس حوارا ما بين فئه وما بين الحكومه كما يتخيله البعض او ما بين فصيل المعارضه او فصيل الموالاه، لا هو حاله حواريه. نتمنى من الله ان تكون هذه الحاله الحواريه مستمره معنا كشعب وكسياسيين الى ابعد مدى، تكون حالتنا المستمره او الحاله العامه بتاعتنا هي حاله حواريه. نعم. ثقافه لابد ان تتولد الى داخل كل مواطن مصري ولا كل سياسي مصري، ان نتقبل سماع وجهه النظر الاخرى وان نتقبل المشاركه من الاخرين في القرار. ده بيوصلنا في النهايه للحاله اللي انت حضرتك شايفها النهارده، زخم كبير جدا 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 في الافكار والاراء، الكل مساحات مشتركه ما بين الاطياف السياسيه
قد يعني خليني ان انا اقول لك، على الرغم من متابعتي الجيده ومشاركاتي مع كل السياسيين، الحاله اللي انا شفتها الان داخل الحوار الوطني يمكن ما كنتش متخيلها وانا بعيد عن الحوار الوطني وانا في الخارج. ما كنتش متخيل مدى المساحات المشتركه. القضيه الاساسيه كما دعا اليها السيد الرئيس وكما قال ان الاختلاف في الراي لا يفسد للوطن القضيه. بالفعل هذا المبدا انا اراه متحققا داخل اروقه الحوار الوطني. الكل مشارك، هدفه الاساسي هو ان نصل بمخرجات لصالح الوطن والمواطنين. الكل مشارك من أرضية وطنية، الكل بدأ يسمع ويصل إلينا ثقافة الحوار، نسمع لبعضنا، نشارك بعضنا الآراء. يمكن أنا حتى كحزب مستقبل الوطن من اليوم الأول أعلنت أنا داخل الحوار الوطني ولست بأفكار جامدة، ليس متمسكا بأفكاري، أنا عندي استعداد كحزب مستقبل الوطن أن أتقبل أفكار الآخرين إذا رأيت فيها أنها لمصلحة الوطن والمواطنين، بالتالي ممكن ان انا اغير من بعض افكاري ومن بعض رؤايا. فدي هذه الحاله لابد انا شايفها انها موجوده داخل الاروقه. التطبيق الفعلي معالي النائب عصام، التطبيق الفعلي لشعار المؤتمر وهو مساحات مشتركه تسعى الجميع وتكون من اجل الجميع ومن اجل المجتمع ككل، ده يعني حضرتك اشرت لي، وانا طبعا عندما اتابع الجلسات الحواريه في الداخل يعني ارصد هذه الصوره بالفعل. لكن اتحدث اليوم عن المحاور كلها مهمه، لكن محور اليوم هو المحور السياسي الذي يتحدث عن عدد اعضاء المجالس النيابيه المنتخبه طبقا او مع الزياده السكانيه المنتظره والمتحققه على ارض الواقع. ما الجديد داخل المحور السياسي؟ خليني اقول لحضرتك اهو ده محور او دي لجنه النهارده او كانت مشاركات تطبيق فعلي لما قررناه حالا. الجميع يكاد ازعم ان الجميع اتفق على المستجدات والزياده السكانيه بتستلزم ان يبقى في زياده في عدد اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن الاختلافات في ايه بقى؟ الاختلافات ان احنا نوضع محددات هذه الزياده، الارقام اللي في الزياده دي تبقى قد ايه؟ على اي اساس ازود؟ يمكن احنا برضو حتى من وجهه نظرنا كمستقبل وطن وطرحناها داخل اروقه الحوار، قلنا ان احنا ما عندناش مانع ان احنا نزود في زياده اعضاء مجلس النواب والشيوخ، ولكن لابد قبل ما انا اتخذ قرار بزود الرقم قد ايه او انا ازود او اوسع في الدوائر او اقلل في الدوائر او ايا من كان التوافق على ايه، ان انا يبقى عندي حصيله او احصائيه حقيقيه من الاجزاء الرسميه للدوله بعدد سكان مصر في 25، وابدا اعمل المقارنه ما بينها وما بين عدد سكان مصر في 20، وابدا زي ما حصل وفي حكم احد احكام المحكمه الدستوريه العليا اللي وضعت العتبه الانتخابيه، ابدا بناء عليه ابدا احط العتبه الانتخابيه لصوت المرشح، وبناء عليه ابدا تقسيم الدوائر. يبقى من المبدا الكل متفق على زياده المقاعد. الاختلاف في ايه بقى؟ نزود قد ايه؟ فكل منا ادلى بدلوه في على اي اساس تتم هذه الزياده. التنوع في الاراء والاختلاف في الاراء وفي وجهات النظر يعني صحي لمخرجات الحوار بشكل عام. بالتاكيد. لا، وكمان انا عاوز اشير لظاهره صحيه جدا جدا فضل. انا شفتها النهارده برضو ان الجميع جاهز بدراسات كامله، يعني انا كمستقبل وطن قدمنا دراسه كامله في هذا الشان. انا شايف برضو كل التوجهات السياسيه وكل الاحزاب السياسيه المشاركه مقدمه دراسات كامله في تأييدا لوجهة نظرها. ده برضو يقول لي ان لا، الجميع مهتم، الجميع مشارك، ان الجميع ودي كانت فرصة حقيقية لابد ان احنا نقولها برضو احنا الاحزاب السياسية. الحوار الوطني فرصة حقيقية ان انا انشط كوادر الحزبية ونشط عملي الحزبي ونشط تنظيم الحزبي ونشط زي ما بيقولوا كده بنك المعلومات اللي عندي، ذاكرة المعلومات اللي عندي. فبالتالي انا ده شفته داخل الحوار الوطني. النقطة الثانية برضه اللي كانت أثيرت داخل الحوار الوطني والنهارده اللي هو التفرغ، ودي قضية برضه كانت قضية من القضايا المهمة. الجميع متفق على التفرغ، وده برضه يبين لنا قد إيه المساحات المشتركة اللي ما بيننا كلنا، ولكن الاختلافات في إيه بقى؟ البعض يقول طيب التفرغ، إذا كنت أنا بقول التفرغ لأصحاب المهن الحكومية أو الوظائف الحكومية، طب أصحاب المهن الحرة ده بالنسبة لهم هيبقى فيها ضرر كبير جدا جدا، وده ينقلنا لقضية مهمة وهي قضية هل التفرغ وفقا لنص الماده 103 من الدستور هو حق ام التزام؟ هو حق للعضو ده اللي احنا هنشوفه وما ستسفر عنه في الايام القادمه ان شاء الله تعالى. اختم حواري معك سياده النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ بكلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الاختلاف على قضايا الوطن
لا يفسد للوطن قضية. يمكن زي ما سمعنا هذا اللقاء مع نائب عصام هلال وزميلنا مصطفى مزار، واللي بيعبر فيه وبيقول ازاي في حاله من حالات الصراحه، حاله من حالات المواجهه والمكاشفه، ومفيش يعني فصيل مستبعد في هذا الحوار. المعارضه لها كل الاحترام والتقدير، الموالاه ايضا لها كل الاحترام والتقدير طالما في مصلحه المواطن المصري. تعالوا دلوقتي نروح للقاء اخر مع الكاتب الصحفي ياسر عبد العزيز على هامش جلسات الحوار الوطني الذي ما زال منعقد ومستمر في الانعقاد حتى الخروج لمخرجات نهائية تكون بمثابة خارطة طريق للجمهورية الجديدة. الحوار الوطني هو حالة يعني مجتمعية وسياسية مطلوبة وملحة، وهو أيضا يعكس ضرورة سياسية معينة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وأيضا أتصور أنه اقتراب سياسي ذكي جدا، لأنه هيؤدي إلى أن يجمع كل أطراف العمل السياسي والاجتماعي والثقافي في مصر على مائدة واحدة. وكما رأيت فإنه الأسقف عالية، وبالتالي من الممكن جدا أن نخرج بمجموعة من الأفكار ومن مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير سياسي حقيقي. لكن كل هذا الأمر طبعا يتوقف على أن مخرجات هذا الحوار والجد منها والضروري والذي يمكن أن فعلا يصب في تعزيز المصلحة العامة يمكن أن يلقى قبولا وتفعيلا من خلال القيادة السياسية، وهذا الأمر أعلنته القيادة السياسية وتعهدت بالالتزام به، وبالتالي فما زال التفاؤل موجودا. طيب دكتور ياسر، لو تحدثنا عن محور اليوم وتحدث عن المحور السياسي الحريات العامة والتمثيل النيابي وعدد أعضاء المجلسين المنتخبين، كيف تابعت البعض الذي جرى من الجلسات؟ نعم، ما تابعته في الواقع هو درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية، أتصور أيضا درجة عالية من القدرة على الطرح، ولم يكن تقريبا هناك شيء محظور، خصوصا حينما تم الحديث عن الانتخابات الرئاسية والجوانب الإجرائية فيها واللغط الذي أثير على جانب ما إذا كانت ستجرى قبل نهاية العام أم في العام المقبل، والأوضاع القانونية والدستورية التي تحكم هذا الإطار. وسمعت كل أطراف الموجودة قالت أراءها في هذا الموضوع بصراحة وبشكل واضح. أتصور أن كما قلت سابقا أن الموضوعات التي تناقش هي فعلا التي تعكس الأولويات الحقيقية على الحالة السياسية المصرية، وأتصور أيضا أن هذا النقاش يتسم بدرجة من الإيجابية ومن التشارك والموضوعية، وأتصور أن الأخذ بهذه التوصيات أو المخرجات ضرورة، ولا يمكن أبدا أن يفعل الحوار الوطني أو يكون له الأثر الذي نرجوه جميعا إلا من خلال التعامل مع مخرجاته بدرجة عالية من الجدية، وهي نفس الجدية التي أبداها المشاركون. طيب يمكن كان أكد على نفس المضمون ونفس المنطلق المنسق العام الدكتور ديار أشوان، وقال أنه هناك التزام حقيقي من كافة يعني العملية الحوارية المستمرة في حتى هذه اللحظة، وأيضا هناك استجابة قوية من كافة القوى، بالإضافة إلى أنه مخرجات الحوار القيادة السياسية هناك تجاوب كبير مع ما تعليق يعني حتى هذه اللحظة هذا الأمر يبدو أنه جاد. حتى هذه اللحظة الأطراف التي تشارك، أتصور يعني استمعت أنت، كنا نسمع سويا، كان نقيب الإعلاميين بيتحدث ونقيب الصحفيين بيتحدث، ربما من منظورين يعني مختلفين بعد شيء، لكن كل منهما ألقى بما لديه وقال ما يتصوره عن علاقة مثلا حرية تداول المعلومات بالنطاق الإعلامي والنطاق الصحفي. نعم. وبالتالي أتصور أن هناك فرص واضحة لطرح مسائل ربما شائكة، ربما خلافية، ربما أيضا كان مسكوتا عنها أو لم يتحدث عنها أحد منذ سنوات، وبالتالي لدينا فرصة حقيقية. حينما أعطى الرئيس الإشارة الإيجابية بتبني فكرة الالتزام الإشراف القضائي في موضوع الانتخابات الرئاسية، وهذه دعوة كانت صادرة عن الحوار، هذا يمثل بادرة إيجابية. لكن ما ننتظره وما نرصده ونتابعه هو هل هذه المخرجات ستواجه بنفس القدر من العناية والتفاعل من القيادة السياسية ومن المؤسسات المعنية بالتشريع. هذا هو ما سنراه في الأيام القادمة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 من يونيو الجاري. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الهام تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن القمة ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول. وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات نتيجة للأزمات العالمية المتصاعدة. وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سوف يؤكد كذلك على ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع إلقاء الضوء على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27 وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلا عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين والدوليين للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، أعلنت أهياء قومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. وأوضحت هيئة التأمين الاجتماعي أنه تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد المقبل الموافق 25 من يونيو الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد والمنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، مضيفة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً. أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بدعم الدول الأعضاء والشركاء لجهود الاستجابة الإنسانية للأوضاع في السودان، وحثت الصحة العالمية الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها لكي تتمكن المنظمة من تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لملايين السودانيين، مضيفة أن شهرين من العنف المحتدم قد أثرا تأثيرا شديدا على تقديم الرعاية الصحية، وهو ما خلف 11 مليون شخص في شتى أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدة الصحية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في الوقت الذي تهدد فيه روسيا بالانسحاب من الاتفاق الشهر المقبل. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن غوتيريش يدعو الأطراف إلى تسريع العمليات ويحثهم على بذل قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الاتفاق الحيوي المقرر تجديده في 17 من يوليو المقبل، مضيفا أن صادرات المواد الغذائية تراجعت بشكل كبير من ذروة بلغت 4.2 مليون طن في أكتوبر الماضي إلى 1.3 مليون طن في مايو الماضي، وهو أقل حجم منذ بدء المبادرة العام الماضي. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة التصدي لما وصفه بمخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والاقتصاد، مضيفا أنه سيسعى للحصول على مشورة الخبراء في هذا الصدد. وفي فعالية بسان فرانسيسكو قال بايدن إن إدارته ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة والتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها. أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي جولجو كانتي قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي. ويعد تعاقد اتحاد جدة مع كانتي الصفقة الصيفية الثانية للفريق بعد التعاقد مع مواطنه كريم بنزيما. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. Thank you.
أهلا بحضراتكم. طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة على مدار 10 سنين اللي فاتت، طفرة مشروعات كبيرة عملت طفرة في تحقيق المعادلة الإيجابية، وقدرنا من خلالها أن احنا نزود معدلات التصدير اللي هي الحل أعتقد في الفترة القادمة. ده حقيقة منها، يمكن الطفرة دي ما جاتش من فراغ. الطفرة دي حصل قبلها شغل لسنوات كبيرة جدا على الأرض من تعزيز بنية أساسية بتمهد الطريق للاستثمار في ملف الصناعة تحديدا. الطفرة دي عززت من دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري، وزودت كمان يعني فرص العمل، لأنها وفرت آلاف من فرص العمل أو عشرات الآلاف من فرص العمل، سواء كان فرص عمل مباشرة أو فرص عمل غير مباشرة. كيف كان ملف الصناعة المصرية قبل ثورة 30 يونيو، وكيف أصبح بعد ثورة 30 يونيو؟ يمكن ده السؤال والعنوان الأبرز اللي هنحاول إحنا نجاوب عليه في وقتنا المتبقي من صباح الخير يا مصر، مع ضيفنا العزيز المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال اللي منورنا في الاستوديو. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. منور، أهلا وسهلا بحضرتك. 9 سنوات على ثورة 30 يونيو، 9 سنوات من الإنجازات في مجال الصناعة. كان الوضع يعني مش انا اللي هقول ازاي كان الوضع وكيف اصبح الوضع، لكن نقدر نقول ان ما يعني لا يخفى على احد كميه المناطق الصناعيه اللي بيتم افتتاحها، كميه توطين الصناعه اللي بتحصل في الفتره الاخيره. خلينا نتكلم ماذا حدث في ملف الصناعه لمده 9 سنوات. مبدئيا مع بدايه الاصلاح الاقتصادي في 2016 كان في تطور قوي جدا بخصوص ملف الصناعه، وكان في اصلاح اقتصادي بشكل عام على مستوى مصر. فالقياده السياسيه والدوله المصريه اول حاجه عملتها ان هي حسنت شبكه الطرق، حسنت المواني وخاصه المواني الجافه، قدرت ان هي تبني 22 منطقه صناعيه في كافه محافظات مصر. بدات مبادره مشاريع الصغيره المتوسطه بدعم 200 مليار جنيه للشباب، ودي كان اهم العوائق امام الصناعه المصريه، ان الصناعه المصريه كانت معتمده على الكيانات الضخمه. فبدأ في توجه من القيادة السياسية ومن الدولة ان ازاي ان احنا ندعم الشباب وندعم الكيانات الصغيرة بحيث ان هي تكبر في يوم من الايام. فكان في دعم قوي جدا، وخاصة الدعم المادي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة SME. فبداية يعني الصناعة قبل 30 يونيو كانت حوالي، احنا كنا بنصدر بحوالي 23 مليار دولار، احنا حاليا بنصدر في حدود 31 او 32 مليار دولار، دي صادرات غير بتولية. في خطة مستهدفة من القيادة السياسية ان احنا ازاي نوصل ل 100 مليار دولار خلال الاعوام القادمة، وده نتيجة التوسع في المناطق الصناعية، نتيجة التوسع في تحسين الخدمات اللوجستية بشكل كبير جدا. فاحنا يعني شايفين ان في تطوير جامد جدا حصل في قطاع الصناعة، لكن عندنا بعض التحديات الموجودة في القطاع وخاصة المشاريع الصغيرة المتوسطة. لكن بشكل عام مصر حاليا مهيئه ان هي تكون مركز صناعي او مركز مالي ولوجستي، اللي هي تربط ما بين افريقيا وما بين اوروبا الفتره القادمه، بالاضافه ان احنا عندنا بعض البلدان العربيه اللي محتاجه اعاده اعمار، على سبيل المثال زي ليبيا وسوريا واليمن. فبعض البلدان لما تبدا اعاده اعمار هتكون محتاجه بعض المنتجات وخاصه مواد البناء. حاليا مصر يعني قدرت بشكل كبير جدا من خلال بناء المدن الجديدة زي العالمين والعاصمة الإدارية والجلالة، بدأت الشركات المصرية اكتسبت خبرات قوية جدا، وده أهلها لما حصل في انفتاح اقتصادي في دول الخليج. حاليا دول الخليج هي اللي بتطلب الشركات المصرية بما ليها من خبرات متراكمة لبناء المدن الذكية وبناء شبكات الطرق. فإحنا شايفين أن صناعة مواد البناء وصناعة البرمجيات والتكنولوجيا هي تبقى أكتر صناعات اللي هيكون عليها الضوء او مركزين عليها الفتره اللي جايه ان شاء الله. نعم، ويمكن صناعه التكنولوجيا تحديدا يمكن هو الحل السحري والسريع، لان هو احنا بنتكلم على لغه المستقبل، بنتكلم على متطلبات وحاجه ماسه للتكنولوجيا تحديدا في الدول الناميه، واحنا بنتكلم على سواء كان مصر او الدوله الاكبر الام افريقيا، فاعتقد هيكون ليها مجال كبير. يمكن تابعنا منذ أيام افتتاح محطة أو ميناء تحيا مصر، وده يعني جدير بالذكر، وحضرتك بتتكلم على فكرة البنية الأساسية والتحتية اللي تم تهيئتها علشان خاطر تكون يعني بمثابة عنصر قوي تمتلكه مصر من أجل التصدير للخارج. وهنا احنا بنتكلم على تقليل الفاتورة الاستيرادية والفاتورة الدولارية، فازاي ده ساهم بشكل كبير جدا؟ لان انا بحب دايما في حديث حضرتك بتتكلم بلغه الارقام.
ازاي قدرنا ان احنا نخفض الفاتوره الدولاريه خلال العشر سنوات الماضيه؟ احنا عندنا عجز في الميزان التجاري حاليا 48 مليار دولار. عجز الميزان التجاري وصل في فتره من الفترات لفوق 46 مليار دولار. خلينا اقول لك ان العجز الميزان التجاري ايه اللي بيجي منين اصلا عشان اوضح الموضوع. احنا بنستورد بارقام تقريبيه، بنستورد بحوالي 70 مليار وبنصدر بحوالي 30 مليار. نعم. فبنبقى عندنا عجز في الميزان التجاري اللي هو الفرق ما بين الصادرات وما بين الواردات بما يعادل 40 مليار دولار. فانت كل ما بتصنع وكل ما بتشجع الصناعه وكل ما بتشجع التصدير فانت بتخفض الميزان التجاري. لما بتخفض الميزان التجاري ده بينعكس على سعر العمله. صحيح. يعني كل ما بيبقى فيه عجز في الميزان التجاري بيكون فيه ضغط على العمله، بيكون فيه تحويك لسعر العمله، فالمواطن العادي بيتاثر بشكل قوي جدا. لان خلينا اوضح لك النقطه دي، مصر حصل لها اتنين تضخم، تضخم عالمي جاي بسبب حرب روسيا واوكرانيا من الخارج، وفي تضخم بسبب انخفاض سعر العمله. فالتضخم اللي بسبب سعر العمله ده المواطن العادي بيشعر بيه بسهوله جدا. فانت لما بتقلل عجز الميزان التجاري وبتزود الصادرات بتاعتك فالمواطن بيبدا يحس بفرق سعر العمله. حصل طفره في الصادرات يمكن زادت بنسبه 85% بعيدا عن الصادرات البتروليه. فاعتقد يعني لما وصلنا لنسبه 85% اعتقد ده رقم ما كانش موجود قبل كده. احنا زودنا صادرات فعلا من 24 مليار دولار لحوالي 31 مليار دولار. لكن في تطلع من قبل الحكومه والقياده السياسيه ل 100 مليار دولار. ليه عايزين 100 مليار دولار؟ 100 مليار دولار عشان يعني اول حاجه يكون عندك اكتفاء ذاتي من الصناعه الداخليه، ثاني حاجه يكون عندك اسواق جديده وخاصه في افريقيا، وده التركيز في الفتره المقبله. وبدات فعلا مكاتب التمثيل التجاري مع السفارات المصريه بدأ تشجيع بعض رجال اعمال وبعض المصنعين في مصر ان هو يتوجهوا للسوق الافريقي. لان خلينا اقول لك برضه ان السوق الافريقي فيه عدد من المخاطر، فالدوله هي بتحاول تحمي الصناعه المصريه وبتحاول تحمي صحيح. المصنعين المصريين للتواجد داخل السوق الافريقي. نعم. طيب باشمهندس، عاوزين بقى نخفف لغه الحوار علشان خاطر يعني المشاهد اللي بيسمعنا النهارده في القناه الاولى يقدر اللي هو يستوعب اللي حصل من طفره حقيقيه في قطاع الصناعة تحديدا. خلينا نتكلم على مبادرة زي المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة والنهوض بالصناعة المصرية، مبادرة إبدأ. حضرتك كعضو في لجنة رجال الأعمال تحديدا شايف المبادرة دي إزاي وأهميتها في توطين الصناعة في مصر؟ احنا شايفين ان هي مبادره ايجابيه جدا. اول حاجه ان هي بتخلق جو استثمار قوي جدا، بتقضي على اهم مشاكل اللي بتقابلنا هي البيروقراطيه داخل الصناعه المصريه، بتقدر تحل كافه المشاكل عن طريق الرخصه الذهبيه او عن طريق التسويات الموجوده في المبادره. المبادره بتقدر توفر لك قطع الاراضي باسعار مميزه جدا، بتقدر تخلص لك اجراءات التراخيص في وقت قليل، بتقدر تساعدك في التمويل، والتمويل ده من يعني من اهم العقبات او من اهم التحديات المشاكل اللي بتواجه المستثمرين اي مستثمر او اي مصنع. فمبادره ابدا دي مبادره قوميه من قبل الحكومه ان هي ازاي اول حاجه تشجع الشركات الصغيره المتوسطه ان هي تبقى شركات كبيره، ازاي ان هي تحفز الشركات زياده الاستثمارات والدمج مع شركات اخرى. لان حاليا خلينا اقول لك ان التوجه العام هو الاندماج. صحيح. في الظروف الاقتصاديه الحاليه موجوده على مستوى العالم بدأ يبقى فيه اندماج من الشركات الصغيرة ما بينها وبين بعض عشان تخلق كيانات أكبر شوية، كيانات كبيرة تقدر اللي هي تقدر تواجه التحديات التضخم وغيره من التحديات. بالظبط كده. فإحنا شايفين أن مبادرة ابدأ دي بداية قوية جدا لتهيئة المناخ. يعني إحنا خلينا أقولك أن الصناعة المصرية هي من أهم التحديات اللي بتقابلها هي تهيئة المناخ العام للاستثمار. تهيئة المناخ العام للاستثمار، أنت عندك المواد الخام، عندك المواني، سهولة دخول البضائع من المواني المصرية، عندك سهولة تحويل الأموال داخل وخارج مصر، عندك بالإضافة للعمالة. إحنا حاليا دلوقتي بنشاهد إن في تحسين في العمالة المصرية أو المهارات المصرية، لأن بعض الكيانات الاقتصادية الكبيرة بدأت تعمل أكاديميات داخل المصانع اللي عندها، بدأت تدرب الشباب، بدأت تدرب المؤهلات المتوسطة. فموضوع التعليم الفني وموضوع العمالة ده من المواضيع الشائكة جدا دايما. الجامعات التكنولوجية حلت ده؟ يعني ليكوا كمصنعين شايف ان الجامعات التكنولوجية ليها دور في فكرة اللي هو يبقى عندك عمالة مدربة فنية بتلبي احتياجات سوق العمل فعلا؟ هي ساهمت. احنا بنتكلم بصراحة واحنا في حالة حوار وطني، فيعني عاوزين نقول بصراحة 10 سنين ايه اللي حصل فيه؟ هي ساهمت بس مش بالشكل اللي حضرتك تقدر تقول عليه ان هو انجاز. يعني هي طبعا ساهمت وحركة المية اللي كده زي ما بنقول صحيح. بس لا، احنا محتاجين يكون في
اكاديميات هي مسؤوله عن موضوع ملف التعليم الفني. بالاضافه كمان حاجه، ان التعليم الفني محتاجين نغير ثقافه الناس، ان التعليم الفني مش حاجه متدنيه، مش حاجه قليله، مش كل الناس بتروح للتعليم اللي هو الثانوي اللي هو العام اللي هو الكليات اللي هي العاديه. التعليم الفني في معظم الدول الصناعيه دي حاجه مهمه جدا. بالاضافه كمان حاجه، ان احنا بنحاول ان احنا نركز اكتر شويه على التكنولوجيا. صحيح. بدات الدوله، بس انا عايز بس اطمن حضرتك بمناسبه الاكاديميه، لان في مشروع قانون محال من مجلس الوزراء في الحوار الوطني تكلفات من الرئيس بفكره اعلان او انشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب، التعليم الفني والتدريب. فاعتقد ده هيحل المشكله اللي حضرتك بتقول عليها. اكيد طبعا، لانه هيساهم في انشاء عدد كتير جدا من الاكاديميات. لان خليني اقول لك ان مبادره الاكاديميات الفنيه دي بتبقى شخصيه او اندفيدوال من الشركات نفسها. يعني بتبقى بعض الشركات الضخمه في مصر المصنعه بتحاول ان هي تعمل اكاديميه عشان تدرب الشباب، وفي نفس الوقت تقدر تستحوذ او تقدر تاهلهم لسوق العمل بشكل افضل. فدي لما تبقى حاجه حكوميه او حاجه على مستوى الدوله وفقا لخطه الدوله، دي طبعا بتساعد ان القطاع الخاص يستثمر فيها، زي المدارس الانترناشونال، زي الجامعات الخاصه. فممكن تلاقي بعض المستثمرين بيستثمروا في القطاع التعليم الفني. صحيح. فبالنسبه للبرمجيات والذكاء الاصطناعي، احنا شهدنا اول كليه في كفر الشيخ تم افتتاحها من اكثر من 4 سنين للذكاء الاصطناعي. في عندنا توجه قوي جدا من قبل الدوله لصناعه البرمجيات والذكاء الاصطناعي وصناعه التكنولوجيا، ولسبب بسيط جدا، لان الدوله مع بدايه الاصلاح الاقتصادي في 2016 بدأت تروح المدن الجيل الرابع، بدأت تروح للسمارت سيتي، المدن الذكية. فالدولة بتحاول ان هي تخلق جيل مختلف عن الجيل اللي قبل كده، يكون عنده فكر يعني استثماره اكتر شوية. بتحاول الدولة تدي امل للشباب ان بلاش الوظيفة الحكومية، خلينا نروح ل طب ما نرجع من البدايه، لان احنا وصلنا من النهايه للبدايه. فكره من الاول ان بدل ما كان كل مصنع بعطر في مكان، وكل واحد بيروح مكان، واللي عشان نوصل للمصنع مش عارفين نوصل له، او لو وجد ما كانش عنده اي بنيه تحتيه، احنا فكره انشاء المدن الصناعيه ومش في مكان واحد، لا بقت موجوده في كل المحافظات او في الاغلب الاعم. المدن الصناعيه دي اتمدلها مرافق، اتعمل كل ده، ما كانش اول خطوه تتعمل عشان نقدر نوصل لمرحله الجامعات التكنولوجيه والاستثمار والشركات اللي بتستثمر في الطلاب وتدربهم؟ بس ده فعلا اتعمل، يعني الدوله. ايوه انا بتكلم، ما هو ده اتعمل في العشر سنين. اتعمل في العشر سنين في فعلا 22 منطقه صناعيه. وليه الدوله عملت 22 منطقه صناعيه، او ايه الهدف منها؟ كانت عندنا مشكله في الاراضي، ندره الاراضي الصناعيه، وكانت في المصانع بتبقى في المناطق السكنيه، فكان بشكل عائق قوي جدا امام اللوجستيات وامام الخدمات اللي ممكن تقدمها المصانع. بالاضافه ان كان في سوق موازي للصناعه، فالدوله حبت ان هي تنقل المصانع من المناطق السكنيه لمناطق مجمعات صناعيه عشان يبقى في خدمات دفاع مدني، امن وسلامه، يكون في خدمات تراخيص، يكون في خدمات لوجستيات للتصدير، يكون في خدمات للبنوك بشكل اكبر. فالدوله توجهت للمناطق الصناعيه عشان تحل مشكلة ندرة الأراضي الصناعية، وتاني حاجة عشان تقدر تطلع المصانع الموجودة في الكتل السكانية لمناطق صناعية مؤهلة. بالإضافة أن الدولة ساهمت بشكل كبير جدا أن هي تأهل البنية التحتية للمناطق الصناعية، من ناحية الكهرباء، من ناحية الغاز، من ناحية شبكات المية، ومن ناحية الطرق. في بعض الاماكن على سبيل المثال مثلا زي شقة التعبان مثلا بيحصل فيه تطور قوي جدا. صحيح. زي روبيكي مثلا، الدوله حاليا دلوقتي بتبني اكبر مصنع للغزل والنسيج في المحله وفي كفر الدوار على سبيل المثال. فالفكره كلها ان خلينا اقول لك ان ما فيش تركيز قوي على الانجازات اللي حصلت في موضوع الصناعه، لا، في طفره قويه جدا حصلت في الصناعه بشكل كبير. وعلينا ان احنا دايما نشجع الشباب او الناس اللي لسه بادئه ان ازاي يبدا يعمل مشاريع صغيره متوسطه تندمج مع مشاريع كبيره. بس حضرتك كنت لسه بتقول كان في ندره في الاراضي الصناعيه. كنا محتاجين خريطه للاراضي الصناعيه بحيث انها تقدر تقول للمستثمر الاجنبي، بدل ما يقعد هو يدور ويشوف ويعمل، تبقى متاحه وموجوده على ويب سايت، يقدر هو يتداول ويختار ويعمل، مع بقى وجود نظام الشباك الواحد، مع يعني مجموعه من الاجراءات لو اتعملت مع بعض، او بالفعل هي اتعملت وماشيين في خطوات تطبيقها بشكل اكثر يعني سرعه، اعتقد انها ممكن تفرق معنا في الفتره القادمه. هي دي فعلا وزاره الاستثمار من حوالي 4 سنين عملت خريطه الاستثمار، وعملوا خريطه بالتعاون مع وزاره الصناعه لخريطه الاراضي الصناعيه. نعم. وخاصه المنطقه اللوجستيه في قناه السويس. ودي يعني في عدد كبير جدا من الكيانات الاقتصاديه العالميه والدول
الصناعية خدت أراضي في منطقة قناة السويس، وحاليا بادئ تطوير فيها بالإضافة لمنطقة شرق بورسعيد، بالإضافة للجزء الخاص بالعالمين والمنطقة الصناعية بالعالمين. فأنا عايز أأكد لك على المعلومة دي، أن فعلا هي البنية التحتية اللي عملتها الدولة والمدن الصناعية دي شكلت طفرة قوية جدا وحفزت الشباب المصري والمستثمر الأجنبي، وإحنا بنركز أكتر شوية على الصناعة الوطنية وبنركز شوية أن احنا نخلق رجال أعمال أو مصنعين مصريين ونتحول من فكرة أن احنا بنستورد لنصنع. صحيح. خلق رجال أعمال مصريين وفكرة أن يكون توطين صناعة مصرية بأيادي مصرية مع نقل الخبرات أو النوهاو زي ما بنقول وتوطينه داخل مصر، وفكرة سؤال هام جدا بيردد للأسف في الأونة الأخيرة، لزومه إيه المجتمعات العمرانية الجديدة؟ ما كنا عملنا مصنع أحسن. أعتقد ده سؤال غاية في الأهمية اللي احنا نجاوب على هذا السؤال، لكن أستاذن حضرتك باشمهندس أحمد الزايد بعد الفاصل، نطلع فاصل دلوقتي ونرجع نجاوب على الثلاث أسئلة دي، لأن أنا شايف إن هم غاية في الأهمية ويمكن الإجابة عليهم هيفكوا يعني ألغاز كتيرة موجودة عند المواطن أو السادة المشاهدين. دلوقتي مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقية حوارنا مع الباشمهندس أحمد الزايد عضو لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال المصرية. لسه مستمرين مشاهدينا مع ضيفنا الكريم المهندس أحمد الزايد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، وعاوزين نعرف من حضرتك يعني إجابة سؤال غاية في الأهمية بيردد كثيرا في الأونة الأخيرة بعد تحديدا الأزمة العالمية من تضخم والحرب الروسية الأوكرانية. ليه الدولة مهتم يعني في اهتمام كبير بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على غرار المجتمعات الخاصة بمدن الجيل الرابع، وأهملت إنشاء مصانع؟ هكذا يقال ويردد. طيب إجابة حضرتك. مبدئيا الموضوع ده مش صح. الدولة لما بتيجي تنشئ مناطق سكنية جديدة أو مدن جديدة بتنشئ جنبها على طول مناطق صناعية. على سبيل المثال مثلا في الجلاله او العلمين او اسيوط الجديده او المنيا الجديده او كل او حتى المنصوره الجديده كل المدن الجديده بالكامل، الدوله بتخصص الاف الافدنه من او ملايين الامتار من المناطق الصناعيه، المجمعات الصناعيه بالظبط كده. يعني الهدف من الدوله ليه بتبني مدن جديده؟ الدوله بتبني مدن جديده لان خلينا اقول لك ان كان في اهمال قوي جدا للمدن القديمه اللي موجوده في مصر، فاعاده تاهيلها وتطويرها بشكل كبير موضوع مكلف جدا. تخطيط ليها كان في نوع من العشوائيه بشكل قوي جدا. صحيح. فالدوله بتحاول ان هي اعاده بناء مصر الجديده او مصر الحديثه. خلينا اقول لك ان من ايام محمد علي والتطوير وانشاء مصر الحديثه ما حصلش تطوير بنفس الضخم اللي حصل فيه مصر حاليا. فانت بتتكلم في اعاده تاهيل بلد كامله ما حصلش ليها تطوير قوي من 200 سنه. فالطبيعي ان انت الدوله حاليا ماشيه في اتجاه ان هي بتبني مدن جديده وفقا للتصميمات العالميه والتكنولوجيا والجيل الرابع، بالاضافه ان هي بتطور المدن القديمه، وفي نفس الوقت الدوله ما تقدرش تبني مصانع داخل المدن القديمه، لكن الدوله تقدر تبني مصانع بجانب المدن الجديده. اقول لك مثال بسيط على سبيل المثال، لو انا عملت منطقه صناعيه ضخمه جدا وفي الجبل او في الصحراء او في توشكا مثلا، دي توشكا اهملت 20 سنه، انا عملت صناعه الزراعه، خلينا نقول عليها صناعه لان الزراعه فعلا بقت صناعه حاليا. صحيح. لكن ما كانش في مجمعات سكنيه، ما كانش في مدن في توشكا، فالطبيعي ان كان الاشخاص العاديين صعب ان هو يروح توشكا ويعيش فيها وما فيش مدينه يقدر يعيش فيها، ما كانش في مدارس، ما كانش في جامعات، فانا كعامل هروح اعيش هناك ازاي وولادي هربيهم ازاي؟ بالظبط. فحاليا على سبيل المثال مثلا في العالمين الجديده دي مدينه كامله بتتبني لكل المستويات وكل فئات الشعب المصري، بيتبني مع مدينه العالمين، بيتبني في المنطقه الاقتصاديه وحاليا بداوا فيها وشغالين فيها بشكل قوي جدا، مصانع الخاصه ببرج العرب واسكندريه كده. فكره الكتل الخرسانيه اللي بتشتغل شهرين في السنه ما بقتش موجوده، كل حاجه بتتبني دلوقتي بيتم استخدامها وبيتم يعني لو استخدمنا اللغه الدارجه التخديم عليها، انها هتكون متاح فيها المدارس وهتكون فيها متاح الجامعات وهيكون فيها متاح اماكن الشغل وهيكون فيها متاح اماكن الاسترخاء والترفيه. مظبوط. لان خلينا ارجع اقول لك مثلا على سبيل المثال العاصمه الاداريه الجديده، انت عندك مدينه بدر
اداره المدينه التروبيكي بتاع الجلود، اداره المنطقه الصناعيه في بدر، اداره ان انت تخلق مجتمعات صناعيه قويه جدا موجوده هناك، بالاضافه للمنطقه الصناعيه في العين السخنه. بدات في على سبيل المثال الاستثمارات الصينيه بدات تتضاعف بشكل كبير جدا في العين السخنه، وانشاء مناطق صناعيه خاصه. بدا يكون في توجه من بعض الدول الاجنبيه للاستثمار داخل المنطقه اللوجستيه في قناه السويس. فالدولة لما بتيجي تبني مدن جديدة هي بتبني مدن الناس العادي، أنا بشوف مباني سكنية لكن ما بشوفش المصانع. صحيح. المصانع اللي تم إنجازه في مصر، أنت قدرت تخلق يعني بنية تحتية، وقدرت تخلق انفراستراكشر بشكل قوي جدا لأن مصر تكون بلد صناعية. لكن خلينا أقول لك برضو المعلومة دي، إحنا ما نقدرش نبقى بلد صناعية في كل حاجة. صحيح. ما نقدرش نعمل اكتفاء ذاتي في كل المجالات. ومفيش دولة في العالم بلد صناعية في كل المجالات، هي بالزبط. بتتخصص في مجال او اتنين فقط. بالظبط. وده التركيز اكتر شوية، كان التركيز ان مصر لقت ان احنا بنستورد ملابس بارقام ضخمة جدا، فكان في توجه من الدولة طب ليه احنا ما نعيدش يعني اعادة تشغيل المصانع اللي كانت موجودة من الستينات، زي كف الدوار وزي غزل المحلة. لما لقينا ان في طفرة قوية جدا في البتروكيماويات، بدأت الدولة تتوجه لصناعة البتروكيماويات بشكل قوي جدا، وخاصة في العين السخنة، وعمل استثمار بمئات المليارات. المواطن العادي هو مش شايف ده، هو مش حاسس ده، هو شايف الاتفاقية الأخيرة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين يمكن في مجال الأمن الغذائي لتحقيق التكامل الغذائي، أعتقد برضو ده الهدف منها إن احنا نحل كثير من المشكلات ونوطن برضو الصراعات الغذائية. كلام حضرتك مظبوط، لأن الدولة حاليا موضوع المواد الغذائيه، مصر عندها خبرات قويه جدا وعندها مصانع قويه جدا للصناعات الغذائيه. ومش عايز اقول لك ان ايام الكورونا مصر قدرت تبقى رقم واحد مثلا في بعض المنتجات تصدير لاوروبا، زي الموالح على سبيل المثال، كانت اسبانيا بتحتل رقم واحد على مستوى العالم، مصر قدرت تاخد رقم واحد من اسبانيا في صحيح. تصدير الموالح المصريه. ففي تشجيع من الدوله، لان الدوله مستهدفه ان هي تبني يكون في حوالي 1.5 مليون فدان. المليون ونص فدان معظم الانتاج بتاعهم هيكون من القمح وهيكون من الموالح، هيكون من القمح عشان نعمل اكتفاء ذاتي ونقلل فاتوره الاستيراد عشان نخف الضغط على الدولار بشكل كبير، وفي نفس الوقت الموالح عشان دي الموالح المصريه مع الطوبه المصريه بيكون يعني عامل جذب قوي جدا من الاسواق الخارجيه، فبنقدر نصدرها بالدولار، فدي بتساهم في جذب الدولار بشكل كبير. نعم. في حاجات مكمله لحاجات، يعني زي ما كنا بنقول حاجات لها علاقه بالامن الغذائي، اصدار اكثر من 1020 مواصفه مصريه، فكره الستاندردز وصنع طبقا للمواصفات المصريه. ان احنا ده بنعمل اعاده للصوره الذهنيه للكواليتي اللي احنا بنقدمه، ده بيخدم على اللي احنا كنا بنقوله دي فعلا. لان خلينا اقول لك ان في مراكز ابحاث قوميه وحكوميه بدات تشتغل على اعاده الثقه للمنتج المصري. خلينا اقول لك ان كانت فتره من الفترات كان في استسهال داخل السوق، وكان في استسهال ان احنا نستورد وان احنا ما نصنعش بشكل كبير. فحاليا دلوقتي صنع في مصر، ده شعار الدوله كتبناه ان هي بتحاول تحسن الكفاءه. على سبيل المثال لما حضرتك بتيجي تشتري منتج الماني او منتج ميد ان جيرمان او اسبان، بتلاقي فيه مصداقيه او انت بتبقى مطمنه انه وفقا للمواصفات الفنيه. وخلينا اقول لك احنا مش هنقدر نعمل الجزء ده الا لما يكون عندك مناطق صناعيه تحت يعني جديده وتحت الميكروسكوب. يعني انا لو انا عندي مصانع داخل عشوائيات، انا مش عارف اسيطر عليها، مش عارف اشوف الكواليتي بتاعتها، مش هقدر احدد المصانع دي شغاله بكفاءه ولا مش بكفاءه. لكن لما تكون كلها في مجمعات صناعيه انا بقدر اراقبها بشكل افضل. باشمهندس احمد، يمكن المتابع لحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء المؤتمر الوطني الشباب، المؤتمر التاسع اللي كان موجود في برج العرب، كان هناك مصارحه وكان هناك مكاشفه، ويمكن الرئيس تحدث وقالها صراحه ردا على الاتهامات بان هناك تعديل في سعر الصرف او تحريك في سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار، بان الرئيس قال لن يحدث ذلك طالما سوف ينعكس سلبا على المواطن المصري. انتوا كمصنعين بتشتغلوا ازاي؟ وفي نفس الوقت الرئيس تحدث عن قائمه بتضم 150 تقريبا مشروع او يعني من السلع الاستهلاكيه اللي بيتم استيرادها من الخارج. والرئيس قال احنا عندنا قائمه واهلا بكل رجال الصناعه اللي عاوزين يشتغلوا في هذه السلع، وهنوفر ليهم كل الدعم وكل الامكانيات اللي موجوده. ويمكن تحدث كمان عن فكره اعفاء لاصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه من الشباب اللي عرضوا امام الرئيس، يمكن تحدث عن اعفاء ضريبي لمده 5 سنوات. شايف كل دي تسهيلات بتيسر لكم
شغلكم تحديدا كرجال صناعه وايه التحديات اللي بتواجهكم؟ طيب هجاوب، هو اكتر من سؤال. انا عارف ان ما هو الشيطان بيكمن في التفاصيل، فانا عشان كده اديته سؤال كبير وحضرتك فسره. لا هجاوب على سؤال سؤال. اول سؤال بخصوص موضوع سعر الصرف، طبعا في سعر الصرف في الفتره الحاليه هو ارتفع من 15.70 لحوالي حوالي 31. فخلينا اقول لك ان في ضغط شويه على العمله بسبب ان انت عندك يعني فاتوره استيراديه عاليه، عندك عجز في الميزان التجاري، فالدوله دايما بتحاول تراعي مستوى المعيشه للمواطن المصري بشكل كبير جدا. فطبعا للاسف احنا معظم المنتجات عندنا بتتسعر بقيمه الدولار، فكان في تضخم وصل لحوالي 35% بشكل عام، ده التضخم السنوي، يعني الاسعار زادت بشكل كبير، فده شكل عبء على القدره الشرائيه للمواطن المصري. يعني المواطن اللي كان متوسط دخله 4000 جنيه بقى القوه الشرائيه بتاعته انخفضت بنسبه حوالي 40% او 50%، فلو حصل فيه تحويك لسعر العمله المواطن هيعاني بشكل اكبر، تكاليف المعيشه هتكون عاليه جدا. ردا بس على الجزئيه دي عشان نبقى قفلنا بند بند، ده مقابله حاوله الدوله اللي هي ترفع الحد الادنى للاجور يمكن في عام واحد مرتين بالظبط. نعم، ما هي الدولة وبتحاول من خلال حياة كريمة، من خلال بعض المبادرات، ان هي تهتم بالطبقة اللي هي نقول عليها اللي هي الفقيرة، لكن خلينا اقول لك ان الطبقة المتوسطة هي من اكثر الطبقات اللي هي اتأثرت بشكل كبير جدا. صحيح. والطبقة المتوسطة ده الهيكل المجتمعي للدولة المصرية، ما ينفعش يعني ده ثوابت قومية. فخليني يعني اشير بس النقطة ان تحويك سعر العملة يعني اعتقد ان الفتره اللي جايه يعني وفقا لكلام رئيس مش هيكون في تحويك لسعر العمله بشكل كبير بيأثر على حياه المصريين، لكن احنا دايما كاقتصاد او في رجال اعمال داخل السوق احنا بنراعي البعد التضخم العالمي، بنراعي ان ممكن يكون في تحرك للاسعار العالميه. صحيح. في تضخم عالمي بشكل كبير بيأثر علينا، فاحنا من اهم المشاكل واهم التحديات اللي بتقابلنا هي تسعير المنتجات اللي احنا بنبيعها داخل السوق المصري، لان للاسف معظم المنتجات اللي حتى بنصنعها في مصر بيكون فيها مكون دولاري او بيكون فيها مواد خام او بعض من او يعني الحاجات اللي هي الاوليه في التصنيع دي لازم نستوردها بالدولار من الخارج. لكن احنا شايفين ان الرئيس كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا، ان احنا ازاي نوفر منتجات بشكل كبير جدا احنا بنستوردها ونصنعها داخل السوق المصري. الدوله بتحاول تحفز الشباب عن طريق حاجتين، اول حاجه عن طريق ان هي توسعات كميه، ان هو يضخ فلوس، ان هو يديله تمويل اللي هي 5% للمشاريع الصغيره والمتوسطه، وال 5% دي فايده متدنيه جدا، انت بتتكلم مستويات الفايده حاليا دلوقتي 18% 19%، فانت بتاخد فايده 5% تقدر تشتغل يعني بشكل افضل بأريحية شويه. بالظبط. وبالاضافه للسياسات اللي هي غير ماليه، زي ان هي بيدعمك فنيا، بيحاول يديلك رخصه ذهبيه اللي اعطاها الرئيس في يعني هيئه الاستثمار حاليا لو انت رحت لها بتقول لك ايه المشاريع الموجوده عندي، ايه هي دراسات الجدوى الموجوده مجانيه، ازاي اقدر اعرفك على ازاي تسوق المنتج بتاعك، ازاي ممكن افتح لك اسواق جديده. فهي الفكره كلها اللي احنا شايفينه ان احنا لازم يكون في امل، لازم نحفز الشباب وخاصه الجيل الجديد، ان في تحديات وفي عوائق قويه، لكن الموضوع مش كارثي بالعكس. صحيح. مصر سوق قوي جدا، لان انت بتتكلم في قوه شرائيه 100 مليون مواطن داخل، انت اكبر قوه شرائيه في السوق المصري. هو سوق كبير يا باشمهندس، وسوق مفتوح، وسوق يسع الجميع ومليء بالافكار تحديدا. ويمكن انا يعني تعمدت ان يكون اخر سؤالنا في هذه الفقره هو السؤال اللي انا سالته لحضرتك، لان حضرتك يمكن وده ضايقني شويه ان في الفاصل قلت لي ان الصوره الذهنيه لرجال الاعمال المصريين هي صوره ذهنيه خاطئه الفهم، فانا حبيت اسال السؤال ده علشان حضرتك تجاوب على يعني ما يقوم به رجال الاعمال المصريين، لان ما فيش حد يقدر ينكر ابدا ان في الدوله رجال اعمال مصريين وطنيين بيقفوا في ظهر الدوله، وفي وقت الشده ووقت الازمات دايما بنلاقيهم في الصفوف الاولى، زي ما شفنا جيش مصر الابيض، لا في ايضا جيش اخر من رجال الاعمال اللي هو حضراتكم اللي بتكونوا موجودين دايما وقت الصعاب ووقت المحن، ودايما بتتكاتفوا مع الدوله. ففي الحقيقه يعني احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وايضا بنشكرك على ما تقوموا به كرجال
رجال أعمال مصريين للدولة ويلبي خدمة المواطن المصري تحديدا. كل الشكر والتقدير للبشمهندس أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، شكرا لوجودك معنا. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لوجود حضرتك معنا. مشاهدينا كنا موجودين معاكم النهاردة على مدار 3 ساعات، أحمد عبد الصمد، هلا الحملاوي، وكنت معاكم من الشرقاوي. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.